صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في آخر حلقات برنامج الديربي لعام 2022، وإن شاء الله تكون ختامها مسك بموضوع مهم وحلقة تثري المشاهد بشكل عام والرياضي في الكويت بشكل خاص. موضوع مهم، موضوع شاغل بال كثير كل الرياضيين صراحة بدون استثناء، موضوع المنشآت والمرافق الرياضية. هذا الموضوع الحساس اللي راح نتطرق له اليوم في حلقتنا، ونشكر الحقيقة يعني بداية معالي وزير الشباب الأستاذ عبد الرحمن المطيري اللي مخصص يعني جزء كبير من وقته، وهذا أمر طبيعي يعني بحكم طبيعة عمله، لكن بالتأكيد لابد أن نشكره أنه يهتم بموضوع يهم الجماهير الرياضية. ونشكر الأخوة المسؤولين عن هذا الموضوع اللي لبوا الدعوة وتواجدوا معنا في حلقتنا اليوم، وهذا الأمر كان غايب لفترة طويلة عن برنامج الديربي. أكون صريح معاكم، السبب معروف، ما يحتاج أقول لكم شنو السبب، لكن وجود هالشخصيتين اليوم هذه دلالة واضحة على شفافية الأخوان. الشخصيتين أنا أتكلم عنهم ولا قصورا في بقية الأشخاص أو بقية المسؤولين، لكن في شفافية عندهم، ما في شيء يخافون منه، ما في شيء يخشونه، ما في شيء يعني خلينا نقول في حزازية من موضوع معين، مو محسوبين على طرف، وهذه أيضا نقطة مهمة. فاليوم كل الشكر للإخوان اللي لبوا الدعوة، الأستاذ عيسى العون نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف، واحد الشخصيات اللي لها باع طويل في الهيئة العامة للرياضة وفي هذا الموضوع وفي هذا الشأن وفي هذه الإدارة بالتحديد، وأكيد عاصر كثير من المنشآت الرياضية المتهالكة. أيضا يسعدنا يكون معنا شخصية شابة، وهذا ما يميز أيضا اليوم العمل في الهيئة العامة للرياضة وفي وزارة الشباب بأنها مزيج ما بين الخبرة والشباب وما بين أيضا العنصر الرجالي والعنصر النسائي. فاليوم كثير من الفئات مجتمعة مع بعض، خاصة في موضوع المنشآت، يمكن الأخوان راح يشرحون أكثر وهما أقرب مني لهذا الحدث. الدكتور دعجر كيبي عضو اللجنة الاستشارية لتشغيل وتطوير المرافق الرياضية، كل الشكر لهم لتلبية الدعوة وأتمنى لهم عام جديد أيضا سعيد. على اليسار طبعا زملائي ومحللي برنامج الديربي، وأكيد سيكونون مساعدين لي ما في شك في هذه الحلقة، اللاعب السابق كابتن مؤيد الحداد واللاعب السابق كابتن عبد العزيز الهاجري. حياكم الله جميعا وصبحكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيكم. مشكور استاذ بدعيج على تواجدك، مشكور دكتور ايضا دعيج على تواجدك. ارقام تلفوناتنا، ادري كثير من الاخوان الرياضيين بقلبهم حكي حول المنشآت الرياضيه، وهذه ارقام تلفوناتنا. الشكر لرعاتنا وداعمينا معرض سرابيل الاغمشه، نظارات كيفان، اطياب المرشود، ايضا شركه محمد صغير العقاريه، دير ان دير، معرض بنمير سبورت، وكلاجي فوفوزيس في الكويت، شركه حسابي، ومعرض اسد للملابس الرياضيه. قبل ابدا خل اعزي بس زميلنا الاعلامي الرياضي والصحفي والناقد الرياضي الاخ العزيز حافظ ضاحي، طبعا شخصيه عزيزه علينا ومعروفه ايضا في الوسط الصحفي الرياضي، واحد الاقلام اللي تكتب دائما بالحق. نعزيه بوفاة عمه، نسأل الله تعالى أن يسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. النقطة المهمة أيضا قبل لا أروح حق أول تقرير عشان نطرح الموضوع على الضيوف، ليش أقول لكم اليوم تواجدهم، تواجد المسؤولين فقدناهم فترة طويلة، ما قال شنو الأسئلة، الاثنين يمي ترى وهم يشهدون في الحق، لا قالوا شنو الأسئلة ولا قالوا منو بيدخل مداخلة، منو اللي بيتصل فينا، شنو أسئلتكم، منو ضيوفنا، كل هالأمور هذه ما تكلموا كلمة واحدة، وهذه دلالة أكبر وأكبر على أن اليوم الإخوان مبدأ لا تبوق لا تخاف، هذا المبدأ موجود ومحشومين طبعا من 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 هالكلمة، لكن هذا المثل الدارج عندنا في الكويت. فكل الشكر لهم. خلونا نبدأ بأول تقرير، على الأقل نحط الإخوان، وأنا أدري يمكن بدعيج وأيضا الدكتور يعني حالهم حالنا، يروحون دواوين عندهم
مناسبات اجتماعية، يروحون في زيارات، تجيهم اتصالات، ما في شك حالهم حالنا. لكن احنا من باب ان نوريهم ترى هذه مشاكل المنشآت الرياضية بلسان جماهيرنا الرياضية. سنوات عديدة وتعاني الرياضة الكويتية من تهالك للمنشآت الرياضية وسوء لأرضيات الملاعب، مما تسبب في العديد من الإصابات للاعبين وابتعاد للجماهير وتذمر وانتقادات من كافة الأطراف. ويسعى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومنذ توليه المنصب يسعى جاهدا بالاهتمام بهذا الملف العالق منذ سنوات طويلة، وقام بتشكيل لجان عمل لإيجاد حل سريع لأزمة أرضيات الملاعب وسوء المنشآت وفق مدد زمنية محددة. الفريق المشكل من ممثل الحكومة بدأ بالعمل على الأرض الواقع لإيجاد أرضيات ملاعب مناسبة وصالحة للعب في جميع الأندية الرياضية أسوة بالدول المجاورة، سواء كانت بترميمات لأرضياتها السابقة أو إنشاء استادات جديدة أو إيجاد ملاعب بديلة للتدريبات لكافة المراحل السنية. الجولة التفقدية الأخيرة للمسؤولين على الاستادات ومن استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة أبدت بعض التحفظات على أرضية الملعب رغم جماليتها، وجاءت رسائل شديدة اللهجة للشركة المشرفة على الاستاد بتلافي الأخطاء التي رصدتها في الجولة الميدانية، وإلا ستواجه المحاسبة والإبعاد، فيما سيتم البدء بترميم مضمار ومدرجات ومرافق الاستاد كخطوة ثانية لحل مشاكل المنشآت والملاعب الرياضية خلال الفترة القادمة. ضيوف برنامج الديربي الليلة سيضعون النقاط على الحروف للرؤية المستقبلية لتطوير المنشآت الرياضية. أحمد لانزي لبرنامج الديربي. شكرا اخوي احمد العنزي، الله يعطيك العافيه. ابدا مع الاستاذ بوعيسى كنائب المدير العام لهيئه الرياضه بالتكليف واستلام اداره المنشات من فتره قصيره. اليوم واضح معالي الوزير مهتم في هذا الموضوع، والدليل يعني تشكيل لجنه استشاريه، تغيير في الوجوه بدعيج اللي مستلمه هذا الموضوع. هذه دلاله واضحه على ان معالي الوزير مو تقليلا في الاسماء اللي موجوده في السابق، لا، هو القصد اعطاء وجوه جديده فرصه لان تعمل، واعطاها فرصه ايضا ان تغير شيء في 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 واقعنا المرير صراحه. نعم. للامانه يعني تعرف اليوم الملاعب الزراعيه في الانديه يعني بعضها حالته سيئة، لأن عندنا زراعة بذرة شتوية وبذرة صيفية. نعم. فهذا مو معيار يعني، بس اليوم المشكلة الرئيسية اليوم اللي قاعد تعاني معاها الأندية للأمانة يعني، أولاً ما عندها ملعب وحيد وملاعب فرعية محدودة. نعم. اليوم الملعب يعني كل أندية قاعد تعاني من نفس المشكلة، لأن عندها أكثر من فئات سنية كثيرة قاعد يدربون على الملعب أكثر من يعني استهلاكها طب شبه يومي، ناهيك عن قيام النادي بعض يعني المباريات الداخليه بينهم. فهذا هم يعني الامانه هسب استهلاك الملاعب الرياضيه بالكويت. نعم. اليوم يعني الناس قاعد تقول ليش الملعب مو نفس قطر؟ ليش قطر احسن منه؟ لا بالعكس والله، يعني احنا اليوم احنا عندنا مشكله البذر الشتويه الصيفيه، لازم هذا له وقت ينزرع وهذا له يكرم. وتعرف ان الاتحاد له برنامجه. نعم. وله مبارياته. يعني مرات يصير مباريات يعني لازم يكون في أندية مجموعة. السنة بالذات هذه عانينا من مشكلة كبيرة، إن صارت مشاكل بالصيانة وصارت في أندية تم إيقاف اللعب عليها على أساس إحنا عندنا رؤية إنه ودنا نجرب يعني نظام جديد. يعني ليش إحنا كلنا قاعدين على النظام القديم؟ ليش ما نجرب عندنا تكون عندنا رؤية جديدة ونجربها وما يمنع أن نجربها يعني أسوة في قطر أو غير قطر، يعني هذا شيء لازم إحنا نستخدمه، نجرب هالشيء ونشوف على تأثيره. بالعكس إذا نجح
نجاح للكويت كلها. نعم. واذا فشل يعني سوينا علينا واكثر. يعني شنو الرول؟ راح نزرع عن طريق نظام الهجين وهي الرول. نعم. مال هذا. نعم. هذا راح نجربه في نادي خيطان بالبدايه اول شيء. حلو. وبعدين راح نلحقه في الانديه الثانيه. الخيطان يستانس. وراح نجربه يعني ان شاء الله يعني في الانديه الثانيه بالتدريج ان شاء الله. وطبعا هذه لازم تكون شركة عندها امكانيات وتكون عندها ملعب بديل مزروع عشان تلبي الطلب. نعم. هذا لان اساس ان هذه قطع رول تنقص وتنياب هذا. نعم. اذا نجحت الفكره خليط ما بين الصناعي والطبيعي. هو لا نظام الرول. لا لا رول رول رول, رول. مو الرول اللي هو المزروع خالص. نعم. مزروع خالص. وي مزروع خالص. نعم نعم. يعني عندهم حدائق خاصه وملاعب خاصه يبون فيه. نعم. طيب. طبعا شركات متخصصه يعني. نعم. دكتور اليوم منذ تشكيل اللجنة الاستشارية وأنت أحد أعضاء هذه اللجنة ممكن نتعرف على أبرز النقاط اللي شاهدتوها أبرز النقاط اللي خلينا نقول بدأتوا في تطبيقها مثلا كلجنة استشارية؟ قواك الله أبو سعود والإخوان. يعني أنا أتكلم عن كابتن عبد العزيز وكابتن مؤيد يعني أعلام من أعلام الرياضة. الله يبارك فيك. أنا أتشرف طبعا اني اكون مع بدعي. بدعي يمكن خلال فتره قصيره كان مستمع جيد حتى لجميع الاطراف عندنا في الهيئه ومن ضمنها الجهاز الاستشاري المشكل من اعضاء هيئه التدريس. يمكن احنا اليوم عندنا تجربه جيده في المجال الاكاديمي في المجال الفيل في كليه الهندسه والبترول. قاعد نطبق خلال فترات زمنيه فتره 2021 طبقنا تطبيق بسيط اليوم جت الرؤية بطريقة صحيحة أن جهاز استشاري نفس ما هو معمول في جميع الدول أكثرها. شنو فائدة الجهاز الاستشاري بالنسبة لنا؟ هو يضع لك رؤية تنفيذية. إحنا اليوم هيئة الرياضة عندها اليوم استراتيجيات وهذا شيء جميل. الكل قاعد يشتغل على استراتيجيات واستراتيجية هذه موجودة على الورق وتشتغل عليها. رأيكم تنفيذ يعني؟ هذا الاستراتيجيات اللي هي. وضعت سنة 2021. اليوم ما في تنحط على الورق وتقولي والله أنا بسويها بعد 10 سنين أو 15 سنة. أنا أتكلم كوظيفتي كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت في كلية الهندسة والبترول. أنا قاعد أعطيك المجال الأكاديمي روح نفذ. أنت بالنهاية اليوم مهندس قاعد تدرس عندي أو طالب هندسة لابد تنفذ بالطريقة هذه. فكان دور الجهاز الاستشاري هي ترجمة رؤية الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية وهذا شيء مهم. اليوم انت عندك دوري رنج ما تقول والله بوقف الدوري وبقيمه في الصيف. زائد رؤيه تنفيذيه. اليوم انت تبي تطور. انت يمكن ابو سعود من ضمن الشغلات اللي شفناها في التقرير شغلات خلينا نقول متهالكه. المتهالكه زيله او اني اسوي له ابجريدنج فاسيلتي. المنشاه نفسها ما اقول والله ابزيل المنشاه كامله. لا لا انا اقعد اغيم اول شيء قبل ارممها اغيم المنشأة. اليوم يمكن أول اجتماع مع أبو دعي قلنا له تعال خلينا نشوف الحالة الحالية الأسسمنت خاصة في الملاعب هذه. واحد يوم غيمنا الملاعب وصار عندنا بنك معلومات لكل ملعب نادي خيطان نادي القادسية نادي كاظمة. تعال خلينا ناخذ ون بايلوت ستدي ننجح فيه. إذا نجحنا فيه طبق على الأساس هذا. ترى نفس الآلية اللي كانت في ملاعب قطر. ترى ملاعب قطر وصلت للمرحلة اللي نشوفها هي الذروة من خلال عدة تجارب. أكيد. ترى ملعب كرة القدم كثرة اللعب عليه ما نقول مو زين. وهم ترى إذا ما لعبت على الملعب هم شيء سيء. الأرضية تصير صلبة بالنسبة لك. نعم. فإحنا نتكلم هذا في مجال الناس المتخصصين. طيب. أنا بحكم تخصصي. اسمح لي. بحكم تخصصك. يعني البعض الآن مشاهد يقول وأنت قلت هالجزئية إنك دكتور في كلية الهندسة والبترول. البعض راح يستغرب يقول دكتور هندسة وبترول في لجنة استشارية لتطوير ملاعب الرياضة. البعض يمكن يلتبس عليه الوضع يقول شنو الدور اللي قاعد يقوم فيه الدكتور دعجر كيبي في 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 في, في تخصصه. شنو ممكن نستفيد منه كرياضيين احنا في هذه اللجنة الاستشارية اللي موجود فيها الدكتور؟ أول شيء هي اللجنة هي لجنة استشارية ترسم رؤى استراتيجية هندسية تطبيق للتنفيذ. نعم. اللجنة فيها ناس مختصين في مجال الزراعة، ناس مختصة في مجال الهندسة الكهربائية، ناس الهندسة المدنية اللي هو حكم تخصصي في الهندسة المدنية، وكذلك عدة مجالات وناس مختصة حتى في الاستثمار. احنا اليوم اللجنة هذه تأخذ الفاسيليتي از ون يونت، مجال واحد عندي وحدة واحدة أطورها بطريقة متسارعة
تحقق اعلى نسبه انجاز بالنسبه لي، بالاضافه الى على اللونج تيرم ما يتهالك عندي المبنى. ترى انا اليوم اقدر اقول لك اقدر ابني لك مبنى ممتاز من الستيل ستراكشر من اي منشاه كامله، بس بعد سنه سنتين يبدي يتهالك اذا ما كان في خطه صيانه محكمه. فلهذا دورنا او دوري انا بالتخصصي ان نبني خطه صيانه منتظمه، مثل ما حصل مثل ما حصل في استاد جابر. شلون قصدك استاذ جابر؟ استاذ جابر احنا كنا نعاني ان المنشاه فكانت كلها صيانه صح. رغم ان الموسم كامل ما تقام عليه لمبره ولمبرتين، ما ادري الصيانه حق شنو ماني عارف انا. اي كابتن ابو حسن رحيلك حق استاذ جابر الحين، بس خليني اقول لك فكره الصيانه. الصيانه اول شيء ما هي صيانه عاجله، ما يصير تقول لي والله انا بسوي صيانه اليوم. يلا فضل ملعب. هي الصيانه مفروض مسبقه ومستمره ولاحقه. ترى في فرق بين صيانه وخطه عاجله. اليوم عندك ارضيه نادي اكس، شلون اصلحها؟ هذه خطه عاجله. شاشه ما تشتغل، هذه خطه عاجله، هذه خطه طوارئ نسميها. الصيانه اليوم انت شلون عندك بيتك يكون مستمر في الكفاءه العاليه، الاضاءه عندك، الشاشات نفس الطريقه، الارضيه شلون انا اضمن الاستمراريه في العمليه هذه؟ إذا أنا تركته بدون صيانة وبدون صيانة دورية، اليوم في عندك موعد 1/1/2023 مفروض موعد الصيانة. اليوم أنت تأخذ سيارتك ما تسوي لها صيانة، بعد سنتين تتركها نفس الطريقة. عندك الاستديو هذا قاعد ترممه، تسوي له أبجريدنج فاسيليتي، هذا اللي قاعد يصير في موضوع الاختلاف. كله لازم يكون هناك تعاون مباشر ما بينكم وبين الأندية. نعم. والهيئة. خلنا أقول لك إحنا دورنا اليوم في جهاز استشاري همنا أن نعطي الآلية الصحيحة عند الهيئة. أكون صريح وياك، هل يفرق دورنا قبل ليكون هالجهاز الاستشاري وبعد؟ هو الناس نفسهم موجودين، المهندسين نفسهم من أكفى الكفاءات الوطنية. اليوم كان دورنا بالجهاز الاستشاري أهم بند في تمكين الكفاءات الوطنية. حلو. اليوم في شباب كويتي وأنا أعرفهم شخصياً خلال 10 سنوات من تدريسي بجامعة الكويت، أشوف طلبتي موجودين بالهيئة. أقول له اليوم أنت الجانب عليك الوطني أكثر من الجانب الفني، أنك تقوم في واجبك الصحيح. طيب. كان بودعيج يمكن هذه الفكرة اللي تناقشنا فيها وياه، مكن الشباب الكويتي المهندسين في القيام في دورهم. خلينا نشوف التجربة هذه شلون تنجح. زين، أنا أبي النقاط اللي طرحتوها على الهيئة العامة للرياض، هل بدأ تنفيذها؟ هل بدأ تطبيقها؟ نعم. لو صار في تأخير من الهيئة العامة للرياض، هل أنتوا عندكم يعني الصلاحية أنكم ترفعون فيهم تقرير مثلاً أنهم ترى مو متعاونين معانا، أنهم ترى ما قاعد يطبقون الأفكار اللي إحنا كلجنة استشارية قاعد نطلبها منهم؟ صح. بسعود، أول أمر إحنا قاعد نتعامل مع هيئة الرياضة ومع الجهات ذات العلاقة كعلاقة فريق واحد. أنا أشهد بالله يعني قاعد أتعامل وياهم، ندخل اجتماع متفقين، وهذا الهدف. يمكن نتكلم عن دكتور في الهندسة، أنه اليوم عندنا أوبجكتيف، أهداف لازم نطلع من هالغرفة في إنجاز. كتاب يرسل، كتاب يرسل حق الجهات المعنية، الصيانة، شركات الصيانة لازم تأخذ دورها المناط لها، الهيئة تأخذ دورها المناط لها، الاتحاد يأخذ دور المناط، والجميع متعاون. أكون صريح وياك، خلال فترة قياسية ومثال عليها نادي كاظمة. من يقيم ومن يقوم العمل؟ تفضل تفضل ابو حسن، ترى يعني صح. انا فاتح المجال لكم. انا يهمني يعني سر النجاح او اي نجاح عمل صح التنظيم يعني. صحيح. فمن يقيم هذا العمل ومن يقوم هذا العمل؟ هل عمل الهيئة ولا عمل الجهاز؟ العمل اللي انتم قاعدين، الدراسة اللي انتم قدمتوها للهيئة. نعم. من يقيم انه والله الدراسة مستمرة كابتن؟ الدراسة ما هي لحظية أو كل أسبوع يقدم لك تقرير، هي بشبه يومية قاعد تقدم له. خصوصا إحنا اليوم مثلا في فترة توقف الدوري الكويتي، ها الناس تعتقد أن هذا فترة بسيطة، ترى هي أهم فترة. اليوم أنت اليوم ما عندك مباريات، كانت الخطة تغيرت، لابد جميع الملاعب يكون فيها صيانة عاجلة خلال فترة التوقف. استفيد من هالفترة عشان ليرد الدوري أنت ما عندك عذر. فها منو اللي يقيمها؟ احنا نتكلم، احنا قاعد نقيم دور الهيئة. حلو. ونقيم دور الشركات الصيانة ونقدم توصياتنا في الأمر هذا. قدم لمن؟ نقدم للهيئة. لابد يقدم كامل متكامل هذه الرؤى، وممكن وإذا كان في أي عدم تجاوب من الهيئة هذا أمر ثاني، ولكن احنا نتكلم اليوم الهيئة
سابقتك خطوتين في عمليات الإصلاح، في عمليات التنفيذ. الاجتماعات يمكن نتناقش ويا أبو دعي، قمنا نجيبهم الجمعة والسبت، نقول ما يخالف، أنا أقدر الكم الهائل من الالتزامات الأخرى، ولكن الالتزام الأهم اليوم هو الوضع الرياضي. اليوم نشوف منشأة اسمها منشآت قطر، منشآت الدوريات الأوروبية، ما فيها أي إشكالية إن كانت هذه الرؤى اللي هي الخطط التنفيذية للتشغيل وللتنفيذ. طيب تفضل. كلام جميل يا دكتور، بالعكس أنا أول شيء أحييكم وسعدت بتواجدكم، خصوصا أنتم يعني ولا عندي في شك بالشباب اللي راح يسمون، ولا عندي شك بالشاب الكويتي أنه مبدع، ونعرف ممكن حتى دول الخليج قاعد تستعين بالشباب وقاعد يبدعون، هذا كلام جميل. لكن احنا في مرينا في تجارب، بما انكم انتم لجنه استشاريه، هل هذه اللجنه هي رايها يؤخذ فيه؟ لان سبق وشكلت لجان، وانا انقل لك وجهه الشارع الكويتي، لان الشارع الرياضي تكلمنا عن الصيانه وتكلمنا عن الانديه والمنشات وما شابه ذلك، كلام حلو اللي قاعد تقوله. احنا يجب ان نستفيد من تجاربنا السابقه، من الاخطاء اللي قاعد تصير، ويمكن الاستاذ عيسى يعرف بهالامور ومرت عليه، يعني هذا اكو حادثه، وهذا السؤال مو موجه لك لان انت توك جاي ما شاء الله عليك، والله يعطيك الصحه والعافيه، ويدينا بيدينك وياك. انا في 2018 المطره اللي جتنا قويه، يمكن انا كنت متواجد في نادي خيطان، ربعي اروح لهم، فمريت عليهم فشفت ان المظله مالت المقصوره مكسوره طايره، بعدها بعد موقف المطر. تصور يا ابو عيسى، من 2018 لحين النادي يدز كتب رسميه وموجوده ولا حد رد عليه. يجب ان تحاسب الشركه، شركات الصيانه تحاسب. اذا انتم على رؤيه الدكتور اللي تكلم فيه، لازم تبعد الشركه اللي ماخذه صيانه المنشات. احنا مرينا في تجارب صاله سعد العبد الله، هل يعقل صاله جديده على اعلى مستوى صار مصروف عليها ملايين اول مطره خرت؟ يعني هذه تجارب لازم تستفيد فيها. نتكلم عن دول الجوار وقطر. قطر ما بنى في يوم وليلة، أكو شركات عالمية كبرى، عشان أنت يعني تنشئ منشأة جديدة يستفيد منها الرياضي. إحنا يمكن شركة الصيانة دمرت حتى اللاعبين، بتقول لي شلون كثرة الإصابات، رباط صليبي، هذا أثر حتى على المستوى. هل يعقل استاد مثل استاد جابر لعبة واحدة لعب في منتخب مصر وبلجيكا قبل نهائي كأس سمو ولي عهد، هذه البطولة الغالية يدورون لهم ملعب ما يلعبون عليه؟ فهني انت اذا بتنفذ كل الشيء اللي قال الدكتور جميل، لكن انا ابعد الشركات هذه اللي كانت مسؤوله عن الصيانه. خيطان من 2018 مع صاله اليد يتمرنون من غير تكييف، تصور بالحر، ويدزون لهم كتب ليومك هذا ما حد يدري عنهم. هل يعقل شركه كبرى تاخذ 14 او 15 نادي يشتغل مره هني وهد النادي وراح نادي ثاني؟ لا صيانه لا شيء. يوم كانت الميزانية متواجدة عند الأندية كانت الصيانة أفضل يا أبو عيسى، وأنت تعرف أستاذ عيسى، كانت الصيانة أفضل. النادي يأخذ مبلغ والنادي مجبر أنه يسوي صيانة، مجبر أنه يطلع عرضيته على مستوى. هذا جانب. بجانب الآخر دكتور، يعني أنتوا لازم قبل تسوون هالشيء تدوروا البديل. مخالد عفوا، خل بس بدعي يجاوب السؤال. انا اعطيتهم عشان بعدين السؤال الثاني اطرح على الدكتور. عرفت بس اكمل حق الاستاذ عيسى. مع ان الهيئه تبني لنادي صاله ثانيه، شوف صاله ثانيه متعدده الاغراض، بما ان نادي خيطر عنده صاله واحده، وهذا النادي مصرح وفي تصريح في الجريده يقول لك انا راح القي بعض اللعبات. طيب انت بتسوي له صاله ثانيه متعدد، وهذا نادي من 2018 لا تكييف ولا أرضية، مو معقولة. طيب أول خلنا نأخذها جزء بدعي. جزئية الصيانة، كثير من المنشآت الآن يعني لما تصير في مباراة وايد من الجماهير مستاءة، من ما في مياه بالحمامات، دورات المياه عزكم الله، الملاعب وسخة، الكراسي وسخة، يعني الموضوع المظلة. قعدنا ترى 3 سنين احنا هني ناشد، طبعا ايام الفترة السابقة ما حد انتبه لهذا الموضوع. فاليوم الصيانة دور منه، وهل هناك محاسبة منكم؟ اول شيء لازم نفرق بين الصيانة وبين النظافة. الصيانة هاي مسؤولية النظافة موضوع شان الصيانة. الصيانة طبعا هناك عقود في الصيانة حق الاندية كلها، في المناقصات الشاملة، هاي تتكلم عن الأعمال المدنية بالكامل، في التكييف،
شركات تكييف، وطبعا في انديه قد تكون عندها منشاه التكييف صار له فتره طويله هذا احلال وتبديل التكييف الكامل. طبعا في صيانه حق ابراج الاناره والكهرباء، في صيانه حق مجمعات احواض السباحه جامعه، في صيانه حق لوحات النتائج الالكترونيه طبعا، وفي صيانه حق المصاعد. هذه كل شركه بروح ولا شركه واحده؟ لا مناطق، المنطقة الأولى لها شركة، المنطقة الثانية لها شركة، الثالثة شركة. مناطق محافظات قصدك يعني ولا لا؟ يعني مثل عندنا بالهيئة يعني الصيانة مقسمة لثلاث مناطق. هني أندية أندية أندية، تحرات تحرات تحرات، أندية شاملة تخصصية أيا كانت. وكل منطقة تقوم بعملها كصيانة. واللي يقصر دكتور؟ لا مو اللي يقصر، هي أول شيء أنت اليوم لا يعني مثل آسف المقاطعة، يعني ما يصير مظلة ثلاث سنين. أنا ماني على الموضوع هذا، موضوع الموضوع أنا إن شاء الله موثق إيه نعم إيه الموضوع ترى هذا قبلك يعني عشان تكون بالصورة. أنا أنت أدري إنك جاي توك للأمانة ترى كبير الملف هالكبر ترى للأمانة. أنا ساكن بالزارة وأمر على نادي خيطان وأشوف كل شيء يعني صراحة. نعم وأنا كنت أشوف المظلة وكان يعانون من هالمشكلة هذه. طبعا الاستاد شوية كان من 2010 إنزين ونشقت الخيمة واللي ركب المظلة هذه شركة من المملكة العربية السعودية بغض النظر يعني. نعم. وانه هو حاول يصلحها كذا بس ليش ان المظله هذه نظام التنت الخيام. نعم. وهذه يعني اعتقد اللي فهمته منهم ان اكثر من مره تشققت. نعم. فالحل الوحيد انها تتبدل بالكامل. نعم وهذا ترى مكانه ايه. وفي معلومه ثانيه ترى يمكن الناس وايد ما تدري، ترى نادي خيطان هو احنا يعني بالتنفيذ كنا حاطين له اعمده من برا ان الاستاد كله ممكن يتغطى بالكامل. الله. على نفس السيستم المحطوط على الشركة اللي سوت الملعب هي رفضت. إيه. لا يوم اليوم إذا بتطرحها بالتصور. إيه أنا لا مو علشانك إيه. أنت موجود أنا أقوله بالسابق أنا أدري بتفاصيلها كلها. نعم. قالوا النادي. ليش ما تغطى يعني من الشركة رفضت يعني؟ لا ما له شغل الشركة الحين. هل لازم يصير توجه جديد؟ سيارة جديدة. توجه جديد إن الهيئة عندها رؤية إن تبي تغطي استاد نادي خيطان. يعني هذا ينحط بالحسبة ويدرج الميزانية. يعني تعرف هاي الشغلات مبلغها. لا بالعكس شيء طيب. إيه لا هذا مبلغها مكلف. ترى أغلب ملاعب قاعد تغطى. هاي مبلغها مكلف يعني ما يقدر تحطها بحسبة صغيرة كذا. هذا بالنسبة حق تغطية وحل مشاكل خيطان. طيب. سؤالك للدكتور. لا الدكتور كلام جميل قال احنا نبدي في مكان يعني عليكم توفرون البديل ملعب البديل. احنا شنو مشكلتنا الان في الملاعب؟ انت لاحظ يعني انت مثل فرضنا سويت نادي التضامن جهزته صح. على طول الاتحاد من يعرف ان نادي التضامن جهز خذ الملعب وتولى مباريات مراحل سنيه درجه اولى مثل ما تفضل استاذ عيسى ان الملاعب احنا يمكن شاهدنا في كاس العالم كل ملعب رئيسي تحت اربع افرع اربع خمس يتربون عليهم هذا الملعب بس حق المباريات هني يسهل لك عمليات الصيانه لكن انتم لازم توفروا لكم بديل لازم انتم كلجنه استشاريه تحطون ضوابطكم حتى على الاتحاد الكويتي صح. انا الملعب هذا راح اجهزه بطريقه ما راح اسلمك اياه ويكون تسليم منكم انتم مو النادي انتم لان انتم المشرفين صح. بالعكس احنا يمكن الكلام اللي قلته والله العظيم مستانسين مبسوطين نعرف ان معالي الوزير مهتم بالرياضه وما اعرف وخير من اختار في هذه اللجنه بالعكس انت محتاج شباب سواء انت كدكتور في مؤسسه البترول الوطنيه وهذا شيء جيد في الجامعه جامعه نعم. الكويت فهذا شيء طيب ان نشوف منك انت حماسك وشفافيتك ويكفي وجودك في هذا البرنامج لان احنا صار لنا يمكن اكثر من اربع خمس سنين نناشد نبي مسؤولني لان برا يقولون ليش ما تجيبون الفلان الفلاني ليش ما فالناس كان عندها حساسيه احنا من حيث الدعم احنا نبي نشوف البلد في احسن حال الدوله مين بقصره قاعد تدفع قاعد تطلع من ميزانيه ولكن عليكم الان اذا في موضوع الاصلاح و عمل منشآت جديدة أنا أقول لازم تراجعون الشركات طيب تبحث عن الشركات اللي قاعد تبني لك هذه المنشآت الجديدة تعطيك 10 سنين على الأقل قدام طيب دكتور يعني في 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 شيء أنتوا طبقتوه صراحة وللأسف يعني ما شفناه إلا في مباراة القادسية والكويت أعتقد كان نهائي كاس سمو العدو وكاس سمو الأمير أنا مجهز فيديوهات حق الشباب أتمنى يعرضونه التذكرة الإلكترونية صراحة قلنا هذا شيء جديد وأول مرة وشيء يطبق لأول مرة وفرحنا صراحة لكن للأسف توقعنا إن يستمر إن والله نشوفه في ملاعب ثانية في 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 مباريات ثانية لكن للأسف وقف دكتور أنا أبو سعود يمكن بس ودي أرد على نقطة بسيطة بعدين أرجع على التذكرة الإلكترونية إذا تسمح لي عيل رد على النقطة والموضوع التذكرة بعد الفاصل إذا ممكن تفضل اللي ذكره كابتن مؤيد
خليني أكون صريح وياك. اليوم أنا كأعضاء تدريس في جامعة الكويت لو أشوف 1% من عدم تلبية الخطة التطويرية التنفيذية التشغيلية، اليوم مع الوزير أعطاك ثقة وحط لك استراتيجية، استراتيجية على الورق تترجم في خطة تنفيذية، وحدثت خلال فترة بسيطة شفت نادي كاظمة الكل قام يشيد في أرضية بسيطة، وهذا مو إنجاز ترى، هذا واجب. عفوا دكتور أنا ما عندي شك ترى بالكلام اللي تقول أنا وياك. نعم طال عمرك، بس خليني أوضح لك الجزئية. أتكلم في تجارب سابقة. نعم لا لا أنا أرد أقول لك، أنا كشاب كويتي ألعب في الملاعب أشوف شنو الآلية، أروح دوريات العالمية، هل يقصرك هني؟ اليوم في الجهاز الاستشاري أعطي كل الصلاحية وأنجز وأعمل وحاسب وأعطني التجربة. ونعم حاسب. أنت اليوم قاعد أهم شيء المحاسبة. أنا راح أرجع لك على نادي خيطان الحين. اليوم أهم كانت جزئية اليوم دي ون دو أسسمنت، الأسسمنت تقييم كامل للملعب. اليوم هل عندك ملعب متهالك؟ هل عندك ملعب ترفع من جودته؟ اليوم أعطيك مثال، ملعب مانشستر سيتي يوم حط لك الشاشات اللي هي دبل سايد بالنسبة له، هذا أبجريدنج فاسيليتي، والله رفع جودته من خلال شاشات متكاملة. ترى الملعب بشكل متكامل في 60 نقطة، يمكن احنا هذا اساس التقييم اللي قاعد يصير جميع الاستاديوم، وما نتكلم بس عن كرة القدم، بعدين راح نروح على الرياضات مثلا الاخرى. 60 نقطة داخل الملعب لو تركز عليها هي 4 أمور أساسية: أرضية الملعب، المحيط للملعب، المدرج، والشاشات والإلكترونيات الموجودة. إذا نجحنا في 4 أمور أعتقد أنت هيئت بيئة صحية للاعب الكويتي. ترى أساس هذا العمل هي بيئة صحية. أنت لاعب كرة قدم تقدر تلعب حتى على أرضيات ترابية، ولكن أنا أرفع لك الجودة من خلال هذه الأمور. ولكن ما هي جودة ورقية، هي جودة على أساس التنفيذ. قلنا عن نادي كاظمة هذا الأمر، بودعي يمكن توا ذكر عن نادي خيطان، هذه أمور تنفيذية. يبنى المواصفات، تعال أنت عندك مواصفاتك. يوم قعدنا ويا الأخوان عشان تعرف التقييم الصحيح، ترفع شنو المواصفات اللي موجودة بملاعب كرة القدم. أنت اليوم تبي تشتري مثلا سيارة لك مواصفات محددة، اليوم أنا بيرفع جودة المواصفات وبمقابل القيمة المالية المحددة. هذه رؤيتي أنا الفنية الهندسية بالأمور هذه، رفعنا جودة المواصفات. المواصفات نفسها اللي موجودة في ملاعب الخليج، الملاعب الأوروبية، أعطيناها الأخوان نفس اليوم تطرح عندهم في اللجان المختصة، ويتم الموافقة عليها واختيار نادي خيطان لتكون أن استبدال هذه الأرضية بملعب هجين. هذا واحد. نادي كاظمة قلنا تعال اليوم اللي يزور الملعب هو اللاعب الإداري وكذلك المتفرج. اليوم لازم تهتم في المدرج، دخوله خروجه، البوابات، الإشارات التوضيحية. أنت تروح كأنه مباراة كرة قدم. يعني هذا اللي يودينا على موضوع التذكرة الإلكترونية. التذكرة الإلكترونية ترى هذه صارت 2021. طيب راح أتكلم عنها إن شاء الله بعد الفاصل. أنا بروح لفاصل، لكن شوية ألطف الأجواء شوية ماكو شيء تلطف. لا لطفها بصفقة العمر طبعاً. كريستيانو اليوم وقع للعالمي. نبارك لفريق النصر السعودي، مجلس إدارة، جهاز فني، جهاز إداري، لاعبين. نبارك لكريستيانو ما في شك. يعني كريستيانو أنا أقول لك مبروك إنك وقعت لي أول عالمي في آسيا، وقعت لي فخر الرياض، وقعت لي أفضل نادي جماهيريا و يعني فريق عالمي قبل لا أنت تكون في تلعب كرة قدم يمكن. فأنا بارك لك، أبارك للنصر. ودائما أي صراع شريف ومنافسة شريفة دائما النصر هو اللي يكسبها، لأنه ما في فار، ما في حكام، ما في، دائما بذراعك، دائما ذراع النصر هي الأقوى. شكرا لمسلي آل معمر، شكرا لسمو الأمير خالد بن فهد، شكرا لسمو الأمير وليد بن بدر، شكرا لرجالات النصر. بصراحة يعني شو أقول، رحموهم شوية يا سمو الأمير، يا سمو الأمير خالد، يا سمو الأمير وليد، رحموهم شوية، ترى داخوا منكم مبارك الدوسري وربعه. روح لفاصل.
حياكم الله ويانا. قبل اروح حق موضوع، والله عندنا اكثر موضوع اليوم الاخوان، يعني نبي نحط مشروع استاد العربي الجديد القادسيه، فرصة اليوم. اي والله، ومدينه جاب الرياضيه هذا مشروع فخم صراحه راح نتكلم عنه، وموضوع التذكره الالكترونيه. لكن انا بسال بدعي اليوم، يعني انا شدني كلام الدكتور دعيج انه كان متواجد في الدوح، وهذا شيء اكيد عطاه خبره، عطاه يعني استفاده. اليوم هل مهندسين الهيئه قاعد يروحون مثل هالبطولات؟ هل قاعد ترسلونهم مثل هالبطولات؟ مع الاسف هذا الشيء مو موجود ولا ملتمس بالهيئه العامه. انا صار لي على مدى سنوات طويله دائما اقترح اذا هناك بطوله مثل كاس العالم، دوره اولمبيه او اي مناسبه، سواء انا ما كلمك بس كره قدم، انا كلمك ساعات تصير مباريات فيها سباحه، بطولات سباحة داخل الصالات. قاعد اقول يعني هالبطولات اذا ما يطلع جهاز من الهيئه يروح ويشوف ويعاين ما راح تصير خبره. الخبره مسؤولين يروحون يعني انا لما كنت انا رحت نعم صراحه نعم اكثر من دوره. نعم مسؤولينكم اول ناس نعم موجودين قاعدين يعني بالمقصوره. نعم لا هو تكلم انت نعم تتكلم عن المهندسين، مهندسين الهيئه قاعد اقول له يعني مسؤولينكم يروحون مختصين، يعني خل ياخذوا يا مهندس واحد لو كل دوره. والله عايزنا السالفه هذه، اللي انا والله بالامانه باستاذ جابر انا زلت المانيا وزلت ماليزيا وزلت السعوديه وزلت قطر، وحي يتعلم لانه يشوف الاخطاء اللي عندهم ويتلاشاها. نعم المهندس يشوف يمكن تقنيه حلوه يطورها من منشاتنا. اليوم ترى ما زلنا فيها، يعني انت بامكانك انك انت تودي وفد متخصص مع ربع الدكتور وتروحوا يشوفون. اكيد يعني انت تعتقد بطوله كاس العالم ما فيها تقييم للعمل؟ ما فيها، لا بد انك انت بالعكس تلقى كل شيء جاهز لك، كل الانتقادات، كل السلبيات اللي موجوده واللي تم معالجتها، وكل الايجابيات اللي موجوده اللي راح يتم تطويرها. عاش الدكتور اللي تم تطويرها اذا شف يوم هناك، يعني عاش دكتور سلبيات وايجابيات. صفتك شنو حاضر هناك بصفتك الشخصيه؟ بصفه شخصيه يعني هذا يعني اجتهاد منه، يعني افترض ان الجامعه على الاقل تبعث الدكتور معك كم واحد كل يستفيد يا اخي. كابتن احنا مشكلتنا بخيلين على نفسنا يعني صراحه. صح والله، مع ان ترى تدري يعني مسؤولينا الرياضيين اللي في الاتحادات الدوليه انا حكم خبرتي معاهم في السابق ما يقصرون، يعني اتكلم عن مجلس اولمبي الاسيوي، ترى الشيخ احمد الفهد وحسين المسلم كانوا يبون مجموعه من الشباب الكويتي يتعلم ويستفيد من الدورات الاسيويه. اتكلم حتى الان كابتن حسين لما كان اصبح رئيس اتحاد دولي السباحه قاعد يستضيف مجموعه من الشباب الكويتي، وهذه فرصه لبدعي وايضا الدكتور انه يتواصلون مع هالشخصيات ويطرحون عليهم انه معاكم مثلا في كل بطوله بنطرش دكتور مهندس بنطر. والله ما راح يقصرون معاكم قريب في قطر، يا ليت الدكتور كنتوا موجود وياكم مهندسين مع استاذ عيسى يسمعنا ان شاء الله ابو يوسف معالي الوزير وينظر في هذا الموضوع، ترى فيها خبره. يعني اليوم اي شخص يروح مثل ما راح الدكتور يعني اكيد في كل يوم قاعد يتعلم شيء جديد، هذا ما في شك. يعني المسؤول بيروح اكيد قاعد مقصوره وشاي وقهوه وعصير ويسلم على هذا ويسلم على هذا، يعني غير لما يكون رجل ميدان. معاينة عمليه يعني تشوف الاخطاء والسلبيات والايجابيات بالعين، يعني ما تشوفها على ورق. يعني لما صار بعد ما انتهى اكيد في لجان تكتب تقارير، اكيد ما في. ان شاء الله الدكتور بيروح الدوحه. تسمح لي بس في نقطه مهمه، تعرف اليوم الدوله طبقت نظام الاحلال للدوله، يعني واليوم الهيئه يعني هناك يعني مهندسين كثيرين يعني انتهت خدماتهم كذا، واليوم دورنا اليوم نشجع الكفاءات الكويتية عشان ياخذون الدور هذا. صحيح. والكفاءات الكويتية عشان تشجعهم لازم تعطيهم ميزات يا اخوان. صحيح. وهذه صحيح. الميزات ما تجي الا يعني مثل سفرات وكذا. صحيح. توفير هذا، لان اكثر وايد يعني شباب كويتيين مهندسين يو قعدت 16 سنة ويمشي، اقول لك والله بروح جهة تعطي ميزات اكثر او محترمة. فاليوم الميزات هذه في قطاع هندسي كبير لازم تتوفر. صحيح. يعني عشان او بعد الشاب الكويتي اليوم طموح للامانه. نعم. يعني نعم. يبي يشتغل الامانه يبي بس لازم يلقى الشخص اللي يعطيه الفرصه. صحيح. يدعمه. يعني كلنا ثقه ان شاء الله اللجنه الاستشاريه تنظر في هذا الموضوع وترفع توصياتها للسعود. دكتور بروح بس خليني اقول لك عن وايد، ترى عندنا مشاريع، عندنا مدينه جابر، استاذ القادسيه العربي، لا
في خبر إلكتروني، خبر جدا مميز، حتى كان يمكن المدير العام لهيئة الرياضة محمود أبل كان من الأمور اللي رفعناها له بنفس اليوم اتخذ إجراء، كانت دعم كامل من معالي وزير الشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري إنه نفذ بأسرع وقت ممكن وطور المنشأة وارفع كفاءة الكفاءات الوطنية، فرفعنا كتاب إلى مدير الهيئة بأن يكون أي معسكرات أي دورات أي مناسبات دولية إقليمية خليجية يروح مهندس مع الوفد المختص من المبعوث من الهيئة العامة للرياضة. اليوم الهيئة العامة للرياضة قاعد دزد وفد لكأس الخليج، يا سلام، يطلع مهندس. وهذا تم، هذا اللي مساء ذكرناه شنو دور الجهاز الاستشاري، هذه إنجاز فيها، طلع المهندس خليه يروح يشوف دورة كأس الخليج، روح يشوف مباراة من المباريات مثلا اللي شارك فيها بالآسياد، كأس آسيا في قطر قريب. إذن هذه واحدة من الأمور، هذا شيء طيب، مقابل الجهاز الاستشاري. أنا أكون صرح وياك، الكفاءات اللي موجودة بالهيئة اليوم اللي أنا قاعد أشوفه في آلية التعامل جدا اختلفت، يبي يطور، يبي يعمل على خلق اسم له داخل هذه الهيئة. اليوم قاعد يمكن أكثر المهندسين والمهندسات اللي قاعد يشوف يمكن هذا اللقاء، اللقاء التلفزيوني، توجيهات معالي الوزير الدائمة، طور، اعتمد على استراتيجية، وضع خطة خاصة للتشغيل متوازية مع خطة التنفيذ. ما تقول أنا أبي أنفذ بعد 3 سنوات، أنا أبي أنفذ بعد 3 سنوات وأشغل المنشأة بكفاءة عالية، بالمقابل لازم يكون عندي برنامج صيانة متكامل. اليوم أنت ترفع من، ترى اليوم الرياضة شيء أساسي بالنسبة لنا، فما بالك كرة القدم، فما بالك أن عندك أنت أكثر من 12 استاد بلس 1 اللي هو استاد جابر، مع 13 استاد عندك في الأمور هذه. في شهر 6 خذينا وفد من كلية الهندسة والبترول طلبة، ورحنا وريناهم الجانب الآخر للاستاديوم، أنت تشوفه كرياضي، أنت تشوفه كمتفرج وإعلامي، لا، وريناهم الجانب الهندسي، الأرضيات شلون طريقتها، الدخول والخروج شلون طريقته، نظام التيكتنج سيستم. هذا كان وفد شهر 6 قبل كأس العالم. يمكن بدعي يمكن أسولف وياه اليوم، أقول له إذا تبي الأسبوع الجاي أو اللي بعده نرسل وفد من مهندسي الهيئة بعد ما انتهى كأس العالم. وهذا اللي قالها الكابتن، ترى الأخوان في قطر ما راح يقصرون. أنا يمكن 100% أنا ترى علاقة جدا يمكن مع كل مشغلين المرافق في هيئة الرياضة، وزياراتنا الدائمة وياهم كان الكلمة اللي دائما تعال وجيب الوفد اللي تبيه وشوف بالطريقة الصحيحة، رايتهم بيضة وفيها استفادة اليوم طبعا انك تشوف التقرير النهائي لكأس العالم. طيب خل نروح حق خل التذكرة الإلكترونية بعدين، خل نروح حق مدينة جابر. انا يعني عاجبني المشروع، ما ادري ابدي مع ابو دعي ولا ابدي معاك دكتور، منو اللي مع ابو دعي؟ مدينة جابر متى سترى النور اول شيء قبل لا؟ احنا للامانه يعني هذه اخذت فتره طويله للامانه، يعني كل ما نحط تصور ينام، لان نحط تصور وينام، بس الحين الفتره الاخيره حطينا تصور ان شاء الله ما ينام. لا ان شاء الله ما ينام للامانه. لو رحنا شخصين انا وابو سعود ورحنا مع مدير عام الهيئه محمود ابو، وزرنا الاخوان في التامينات الاجتماعيه وناقشنا وقعدنا وياهم وشرحنا لهم وقدمنا لهم برزنتيشن والوضع ان شاء الله، ووعدونا ان شاء الله الموضوع هذا ياخذ يعني يرى النور ان شاء الله، لان طبعا المشروع مكلف، فيعني هم ناس عندهم تامينات. ليش دكتور؟ ميزانيه، لانهم عندهم شراكه هناك مع عدي ابو سعود. اي احنا كان التوجه، قاعد نشوف لقطات ترى للمشروع. نعم هذا المشروع في التصميم الاولي الماستر بلان، الماستر بلان لمشروع المدينة الرياضية مدينة جابر. وين راح يكون؟ الأرض المقابلة لإستاد جابر، وهذا فيها ميزة أنك تستغل اليوم الأرض المقابلة لإستاد جابر في مواقف متعددة الاستخدامات، مول تجاري، هوتل، فندق، ومعتمد وماخذين عليه جميع الموافقات الخاصة في الطيران المدني، وزارة الداخلية والبنيان والبلدية طبعاً. عندك مستشفى قصر رياضي، تدريب شيوخ نفسها يعني. لا لا لا، الارض المقابله لاستاد جابر، الارض استاد جابر للحين استاد جابر الارضيه غير صالحه والمكان مزدحم، مياه جوفيه الارضيه، مكان مزدحم، الارض هذه كلها مياه جوفيه. التقرير اللي طالع من وزاره الاشغال يبين ان قدره المشروع هذا على
البنيان، هذا واحد، وتقرير طالع من شركة استشارية في الكويت، هذا أول أمر. الأمر الثاني التقرير فيه دراسة مرورية متكاملة معتمدة من البلدية كذلك من الجهاز الاستشاري اللي قدم الدراسة. الأرض مقابل المستشفى الفرعونية بالضبط. نعم. صح؟ نعم. هذا المشروع كله. هذا المشروع كله قدام أستاذ جابر. نعم. بين المستشفى الفرعونية. نشرح لك شنو دور التأمينات أول شيء. أقصد ليش ما يكون خارج المنطقة يا أخي، بعيد عن الازدحامات، أنت شايف أنه فيها كليات تربية أساسية، منطقة يعني صراحة مزدحمة، بس أرض فارغة شو يسوون فيها؟ خلونا كذي؟ لا بس أنت لما تبني مشروع مثل هذا المشروع يفترض أنه يكون يعني يكون طبعا بعيد عن الحياة السكنية حقيقة. ليش أنا بعد أروح أعيد ترجع لي بعد الاسطوانة مرة ثانية المياه الجوفية والأرض وال ليش المياه الجوفية؟ قال لك الدكتور، قال لك أعطونا موافقه واعطونا تصريح، بس انت بس يعني شلون تخلي الارض فاضيه ابو حسن؟ حتى يعني أي مشروع مو شرط تحط مشروع ضخم تسوي فيها عيال. انت مو الحين انت مو شرط تحط مشروع ضخم مثل هذا في هذا المكان. هو بروحه الحين بدون استاذ جابر اللي بالموسم مباراه مبارتين دائما مزدحم. متى مزدحم؟ هذا راي الدكتور. متى مزدحم حق بدائي؟ يعني في كل الاوقات. متى كل الاوقات؟ يعني الحين قبل البطوله قبل قبل الموعد على البرنامج فيها بعد. اوكي خليني اوضح لك اول شيء الماستر بلان، يمكن الناس ما تفضل بدعي، انت تتكلم عن الازدحامات اللي هو كليه التربيه الاساسيه تعود تطبيق مستشفى فروانيه. اول شيء لا خلينا نتكلم الاقرب ثم نتجه الى الابعد. أول شيء التقرير هذا يحتوي على أربع دراسات، دراسة بيئية، دراسة مرورية، دراسة فنية تخصصية من قبل مكتب استشاري معتمد وموافقات جميع الجهات الحكومية، وتم تقديمه سنة 2021 التقرير هذا. الأمر الثاني نتكلم عن المشكلة المرورية، المشكلة المرورية إذا كان نتكلم عن ازدحامات التعليم أو الأماكن التعليمية هذه الفترة تقريبا الصباحية ليس الساعة 2 3 العصر، هذا أول شيء. الأرض اللي نتكلم عنها مساحتها 400,000 متر مربع، وهي أرض مخصصة لبناء مدينة أولمبية ومن زمن بعيد. المكونات اللي نتكلم عنها هي مكونات تخدم المدينة الرياضية، مثال عليها سباير اللي في قطر. نعم. أنت تتكلم عن مول تجاري يعزز القيمة التجارية، أنت تتكلم عن فندق خدماتي خاص في المدينة الرياضية وكذلك الاستاديوم، تكلم عن مستشفى طب رياضي، تكلم عن أكثر من مرفق مغلق لألعاب القوة، كرة القدم الخماسية، ملعب متخصص لكرة اليد. هذه كلها الأنشطة أنت تقدر تخدمها في مكون واحد، هي مدينة رياضية مستدامة، ممشى صديق للبيئة. من ضمن المواصفات الفنية اللي تطرح للتصميم والتنفيذ هو ممشى صديق للبيئة، بحيث يتم استخدام تقنيات التبريد الحديثة للمناطق الخارجية. بس دكتور نفس ما هو معمول فيه في آسف أنت بتكمل، بس يعني أنا قاعد أشوف اللي قاعد تقول لي إياه. نعم. على الأرض اللي موجودة أحس صغيرة، يعني يا أنك قاعد تسوي شيء صغير ملموم يا أنه ما احس انه راح يصير على رايك. اعطيك لغه الارقام بدعي اذا تسمح لي بعطيك لغه الارقام. مثلا ملعب كرة قدم انا بعطيك المساحه يعني كلها. انا قاعد اشوفه نعم يعني ما ادري احنا نمشي وياك خطوه خطوه. الملعب كله توتال سيارات. نعم. تكفي تقريبا 27,000 موقف بيسمنت 1 وسطحي 27 هني بالارض هذه. نعم نعم دكتور. لا وزيدك كم تكلفتها دكتور؟ التكلفة 300 مليون. زين أنا عندي لكم مقترح، بما أنكم أنتم تمثلون المؤسسة حكومية وتمثلون جهة حكومية، ليش ما رحتوا قعدتوا مع هي التراكة؟ لا يعني والله على بالي ونسيتها، اللي على البحر عند أكواريوم على بالي. الله يلعن إبليس وأهله. المركز العلمي؟ لا مو المركز العلمي، الخمس مباني. لا مو خمس مباني، اللي بنت اكواريوم
شركة قصدك يعني؟ مو شركة، هي مؤسسة اللي هي اللي عندها الـ ليش هم قال ليش الكويت التقدم العلمي؟ ها؟ مؤسسة الكويت التقدم العلمي، مؤسسة الكويت التقدم العلمي هي تملك ميزانية ضخمة، خلي تشاركون في المشروع تقدرون معاها، ترى في اكو حلول يعني، هذه انتم تساهم بفلوس. ليش تساهم؟ هي مؤسسة بحثية. ها؟ مؤسسة بحثية ما يخالف، بس عندها هذه المشاريع حق الكويت من حقه. كابتن خليني اوضح حق الشباب، ليش يبدأ التأمين؟ مو متضايقين ماديا. لا قاعد يقول لك تكلفتها، سألته متى؟ سألته الحين تو بدعي، قلت له متى تبلشون؟ قال والله شوي المادة اللي ماسكتنا، فترى ما ينفع يعني شيء ما يضر لما اروح اقعد مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي، انا قاعد اسوي شيء حق الشباب حق لا هو قاعد يقول لك الحين ارد على كلامك، هو ناظر اقرار الميزانية، مو انه ما عنده فلوس. ما قلت لك مو عنده فلوس، يعني اهم تساهم. ليش تساهم؟ دولة تساهم. عندك مشكلة ما يخالف، دولة بتدفع الفلوس. راح يطلب من ليش ما هي أزمة كورونا ما سوت شيء يا رجل، خلت عندها ميزانية. خلني أعطيك الخبر الصحيح والطريقة الصحيحة، شنو دور أو ليش اجتمعنا مع التأمينات الاجتماعية بتوجيهات من معالي وزير شؤون الشباب. قال اليوم عندنا التأمينات الاجتماعية قدرتها في الاستثمار في بعض المشاريع قدرة ناجحة دائما. فقعدنا في اجتماع بوجود نائب مدير الهيئة بالتكليف وكذلك مدير الهيئة الأخ أبو أحمد محمود أبول مع الجهاز الخاص في التأمينات من كان مدير عام والفريق الفني اللي عنده. اليوم التأمينات الاجتماعية من خلال شركاتها التابعة لها تي وتستثمر في هذا المشروع من خلال مستشفى طبي، بدلا ترسل اللاعبين إلى الخارج، اليوم هذا المستشفى يكون متواجد لك لعلاج اللاعبين. هذا واحد. اليوم عندك معسكرات مثال عليها كابتن، مصر وبلجيكا يو الكويت وين سكنوا؟ مكان بعيد عنك صح؟ اليوم الفندق هذا يخدم اللاعبين للأمر هذا. اليوم تشوف يمكن بالتصور 4 ملاعب لكرة القدم خارجية، انت اليوم عندك نقص في ملاعب كرة القدم عدل؟ كم تكلفة ملعب كرة القدم الواحد؟ 100,000 دينار كويتي مع الكشافات مع كل التكامل هذا. انت وفرت بيئة صحيحة للاعب الكويتي في ملاعب التدريب. خلني أجيب لك على الشيء الموازي بسعود إذا تسمحنا. اليوم الأكثرية مرتاح من تواجد ملاعب تدريب في استاد جابر، عددها 3. صحيح. اليوم تخيل هالثلاثة تصير 7 من خلال بيئة رياضية متكاملة. اليوم إذا أنت تروح استاد جابر، دار مدار استاد جابر، جميع خلينا نقول الأشخاص يمارسون الرياضة دار مدار الأستاذ. اليوم أنت وفرت ممشى صديق للبيئة بتقنيات حديثة. اليوم أنت كل الأمور الأهداف، اليوم ليش أنا قاعد أبني كابتن؟ أنا أبني بالنهاية عشان أخدم الإنسان. صحيح. بس اليوم أنا المرفق هذا لازم يخدم شخص واحد، الإنسان اللي بيمارس الرياضة الطبيعية. حلو. مو بس كذي، أنت تمكنه من خلال هذه الجادة اللي تشوفها، هذه الجادة فيها مناطق جماهير. اليوم أنت تطلع من مباراة من استاد جابر، هل في مطاعم؟ لا. هل في منطقة خدماتية؟ اليوم هذه المنطقة الخدماتية ترفع لك الجودة من خلال المطاعم المغاهي، بالإضافة إلى منطقتين مناطق جماهير. اليوم أنت تخيل لو كان عندك كأس الخليج اليوم وعندك هذه المدينة الرياضية، أنت تقدر تسيد منها بالفنادق، بقاعة الاحتفالات، في السينما التخصصية، بالإضافة إلى المواقف، بالإضافة إلى عدة مباني منها مبنى متخصص في الرياضات الإلكترونية. طيب. الهدف دائما اللي نقوله بالأمور الاستشارية، أنا أبني مو لليوم، أبني للمستقبل. هذا متى يرى النور؟ شفناه على الورق وحلو. إن شاء الله عاد ما يكون أستاذ جابر ثاني. لا بإذن الله راح أستاذ جابر راح يرفع كفاءته للمستوى المأمول فيه، كذلك المدينة الرياضية ترفع المستوى للمأمول فيه. إحنا كواجب وطني من خلال توجيهات معالي الوزير وضع التنفيذ مقابل بالتوازي مع التشغيل. اليوم انت مالك عذر، عندك استراتيجيه ملتزم فيها. اليوم اجتماعنا مع الفتره السابقه مع التامينات هذا اعتبره واحده من الخطوات التاسيسيه. بعد الاجازه خلال اقل من فتره اسبوع نجتمع مع التامينات مره اخرى لمعرفه مدى مقدره التامينات على العمل وتمويل هذا المشروع، ويكون احد المشاريع المموله من احد الشركات التابعه لي
للتأمينات الاجتماعية. دكتور فترة التنفيذ أبدت التأمينات عفوا أبدت مساعدتها أن راح تشارك فيها في المشروع بعيسى ولا ما يعلم ترى لا لا يعلم أنا شوف أنا كل تقوله جميل بالعكس أنا مستانس بالكلام تقوله والشارع لكن الناس تبي تشوف شيء على أرضية على الواقع إحنا إذا ما نستفيد من تجاربنا السابقة ترى راح يا أبو زيد كأنك ما قلت هذا نفس الشيء راح أرد لازم مليون. أنت بتسوي هالمدينة ما تحتاج أنت تبحث وأنت دكتور ما شاء الله عليك وفاهم أشوف الشركات الكبرى المتخصصة بالبرة ما أتكلم عن الكويت أنا البرة مثل ما عملوا الأخوان في قطر لما عملوا أستاذ ثمامة وعملوا البيت راحوا حق ألبرت الألماني يوم جابوه وقالوا لنا بنسوي كذا كذا سلموا المشروع فإذا أنت تبتسوي كل هالأشياء اللي ذكرتها في وكيل محلي هذا كلامك ما راح يصير كابتن بس المنشأة هذه ما تقوم كلها في فترة واحدة المنشأة مستحيل أعطيك مثال بسيط عندك بالكويت الأفنز على كم فيزز اشتغلت عليه على فيز 1 وعلى فيز 2 مع الازدحام المروري وكل هذا الامور كانت فيها سلاسه اليوم اي منشاه ما راح تنبني بيوم واحد انا ما قلت بيوم واحد نعم ولكن انت اليوم تبني كل مرفق تحتاجه وفق اولوياتك انت اليوم تحتاج مواقف منظمه للاستاذ تحتاج مواقف منظمه هذه اول اولويه للارض انا الجماهير تشتكي من استاذ جابر يوقفون سياراتهم بعيد اذكرون يدقون على مسعود البرنامج مواقف الاستاذ مليان ما يوقفون يروحون برا كبار السن فلهذا اليوم اولوياتك لتنظيم هذه المنطقه هي الماستر بلان اليوم انا اذا وضعت ماستر بلان ونظمت العمليه ابنى كل ابني كل مبنى حسب احتياجك اللي ترى طيب بداي خلنا نروح حق موضوع اخر ان شاء الله هذه مدينه جابر ترى النور ان شاء الله ونشوفها ان شاء الله عن قريب العربي والقادسيه نبدي بالعربي العربي عندهم مشكلتين ملعبهم للحين صبه بيظل صبه ولا بتركبون لهم كراسي نركب كراسي إيه؟ احنا وشيخ نحل مشكله ان الملعب الجديد وين بيروح للأمانة احنا صممنا استاد نادي العربي القاسية بس احنا بدنا نتكلم على العربي نتكلم سوينا لا العربي لأننا بنحط فيديو العربي نعم. بس انا قبل لا نتكلم عن المشي الجديد العربي هذا ملعبهم راح ينشال ولا يبقى ولا لا اذا انت اليوم اذا راح ينبني استاد نادي العربي برا ايه؟ لازم تعالج استادهم يعني ادري شنو نيتكم انتم انت اول شيء احنا رفعنا كتاب حق وزارة الاشغال عشان نتأكد من سلامة المنشأة لأن المنشأة قديمة عندنا مشكلة يعني عانية بنادي الكويت ونبي تأول القاسية بعد يعاون الناس مشكلة فنبي نتأكد من سلامة المنشأة عشان نجدد اليوم اليوم ما تجدد وعندك مشكلة فيها منشأة فيها مشاكل إذا تبينت سلامة المنشأة ديك ساعة راح أركب لها كراسي وكذا 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 بس يعني الاستاد العربي الجديد طبعا النادي يتصور قال يبانا ليش تبني الاستاد عندي هنا في المنطقة حاول تشوف لي احد المدن الخارجيه تم التنسيق مع البلديه رفضت قالت والله انتم ليش اعطيناكم اراضي عندكم اراضي تخصكم اللي وفرتها لكم الرعايه السكنيه طبعا احنا عندنا في مدينه صوال احمد وعندنا في المطلع اكثر من موقع وعندنا في جابل الاحمد وطبعا احنا عندنا اماكن كثيره بالتنسيق مع مكتب معالي الوزير صار اقتراح انه يكون القاسيه في صباح الاحمد والعربي في مدينة المطلع وإحنا هن ماشيين في خطوات إن شون بس إن تعرف إن اليوم لما تنقل مشروع أريد مصمم من منطقة لأن عاينة من بس الملعب الملعب بس الملعب لأن اليوم راح تتغير الحسبة راح تسوي دراسة مرورية ودراسة بيئة وتشوف التربة تتحمل أساس الأساسات راح تتغير يعني وإن شاء الله يعني هذا الموضوع ماشي فيه كملاعب قديمة ستبقى مكانها تترمم ولا تلغى ان شاء الله لا ما تقدر تلغيها لان انت لغيت لازم تشوف لك حل انك تسوي مكان منشاه جديده الا اذا النادي اليوم يبي يلغي هالمنشاه هو راح يعاني من ما عنده ملاعب كل انديتنا اليوم تعاني ما عنده ملاعب نعم. فليش يلغي يعني راح يبقى حق تمرين مثلا او يمكن يقول لك والله هذا الملعب العود سوى لفه سوى لي ملعبين وانا استفيد منه اها طيب خل نتكلم عن النادي العربي احنا بنشوف فيديو له دكتور يعني تبي الصراحه من 2006 ترى احنا نسمع عن ما ادري اذا الفيديو جاز يحطونه الاخوان 2006 تخيل احنا كم الحين وقالوا خذ جائزه وخذ افضل تصميم وخذ 2006 دكتور لا 2006 مو 2006 لا ماني في المعلومه اسمح لي تبي احط لك اجيب لك قصاصه
جرايد 2016 احنا وقعنا العقد تصميم 2017 وين 2006 صدقني من 2006 سامع لا 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 مسعود مسعود خليني اوضح لك تفضل انا يمكن بالحلقه هذه يمكن حتى نقاشي مع ابو دعيه مساء يهم عند المهم عندنا بشكل عام هي المرفق الرياضي اليوم تبي تطلع تدخل الحلقه هذه تقول شنو اهميه هذا المرفق الرياضي اليوم خلينا نكون صادقين في نقل الحاله الحاليه للملاعب بالاضافه الى لغه الارقام خلني اعطيك بس لغه الارقام يمكن انت قلت لي الحين 2006 اوكي منو اللي قال لك هذا والله كنت متذكر انا يمكن انا قلت لك قبل لا تبدي اي شيء تبدي على اساس متين وتوجيهات مع الوزير ارسل الاليه الصحيحه كفريق استشاري جميعهم بلا استثناء من اعضاء تدريس من جامعه الكويت من ناس مختصين ومن الهيئه نفسهم والكوادر الوطنيه اذا 2017 نعم شهر 5 تم توقيع عقد التصميم 2017 انتهى عقد التصميم تقريبا 2018 وفتره بسيطه بس بقى الحين عليه اللي هو الفترات بعد 2018 اللي هو التمديد الكهربائي للمنصورية أنت اليوم ما تبي بالمنصورية إذا أنت تقول حق الوزارة الكهربائية لا تعطيني كيبل كهربائي أو تمديد كهربائي خاص فيها فأنت اليوم انحلت عندك هذا العقد التصميم اللي خاص في نادي العربي إذن نادي العربي جاهز للتنفيذ اللي يحتاج ترى ارتباط مالي مع وزارة المالية وبدأ نفذ والتنفيذ كراسة التنفيذ جاهزة للطرح بس أنت ترتبط مالية مع وزارة المالية ومدة التنفيذ للساد اللي قاعد تشوفه 24 شهر سنتين إذا أنت مسهل كل الأمور أرد أذكرك يا البلدية فحص التربة فحص المياه الجوفية الأمور هذه كلها لهذا الشغل تخصصنا أنت اليوم تقدر تحل المشكلة هذه نعم 24 شهر نعم وعندك استاد اليوم حاليا أبو سعود استاذ نادي السليبخات نعم استاذنا اسلام راح اتكلم عن لان كل اشياء انا حاط لها فيديو بالضبط. بس خلينا نبقى بالعربي نعم. الان العربي كل الامور جاهزه يعني لبناء هذه المنشاه التصميم جاهز شنو تنفيذ ليش شنو اللي واقف الحين تغيير المكان لا احنا طبعا انت اليوم عندك خطه انك تبي تغير مكان نعم. طبعا تبي تغير مكان معناه عندك لازم يكون عندك مردود مالي عندك ميزانيه احنا خاطبنا وزاره الماليه حق نعم. استاذ خاصيه والعربي والكويت وكاظمه ان الميزانيه احنا بس بانتظار رد وزاره الماليه ومعالي الوزير جزاه الله خير قاعد يسعى بالموضوع متى ما توفرت الميزانيه انا ابدا اطلق من اللي راح يختار المكان انتم ولا نادي العربي نعم من اللي راح يختار المكان لا هم لان الاختيار طبعا عن طريق الهيئه ومكتب معالي الوزير النادي ما له شغل لا النادي هو طلب طلب التغيير طلب قال لي ودني سعد عبد الله ودني مطلع ودني مكتب بس عشان اوضح لك اليوم هذا استاديوم تبع هيئه الرياضه حلو وليس تبع نادي العربي هذا الهوم هي اساس مجاهد نادي العربي اليوم عشان اوضح لك مرحله الصدق والتوجهات الصحيحه اللي تنتقل اليوم انت عندك استراتيجيه لبناء 6 استادات كره قدم انت اليوم عندك فعليا قاعد تشتغل على 6 استادات كره قدم انت اليوم عندك نادي العربي هذا الملعب راح يكون الملعب المخصص لنادي العربي لاقامه المباريات بقطر ملعب مثلا الجنوب تبع اي نادي قطر الوكره ملعب البيت تبع الخور خور الثمامه تبع الاهلي والعربي احمد بن علي تبع الريان ليس تبعه كمنشاه متكامله كاستاديوم هو الهوم له اليوم نادي العربي راح يكون له ملعب استاديوم خاص فيه كهوم بالنسبة له بس المالك هي هيئة الرياضة هذا واحد من الملاعب الستة يعني إذا العربي إذا بيستثمر في الملعب لازم يراجع الهيئة شباب رياضة طبعا عن طريقها احنا الاستثمار ما له علاقة فيه لا يعني في الناس أقول لك أنا هذه الجزئية لازم قالك تابع هو تابع للهيئة فرضا أي شيء بتسوي ترجع للهيئة لأن هو صاحب ملعب النادي العربي شوف أنا ممكن ما أقدر أجاوبك بالأمر هذا أمر تخصصي في الاستثمار والتجارة ولكن احنا نتكلم عن أمر هندسي اليوم ملعب جاهز للتنفيذ طيب بس دكتور أنا ملاحظتي وخلي يعني يتقبلها مني معالي الوزير يعني اتمنى انه يكون له اجتماع مع معالي سمو رئيس مجلس الوزراء
يعني موضوع انه والله المبلغ هو اللي واقف حجر عثرة امام مدينة جابر، امام والله ملعب نادي العربي، انا ما ادري بروح حق القادسية الان، ما ادري اهم يمكن موضوع المادة، يعني مو معقولة يا طويل العمر يا ابو يوسف يا معالي الوزير، لازم تكون لك يعني خلينا نقول ميزانية مفتوحة يفتحها لك معالي سمو رئيس مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ هذه المشاريع. يعني اليوم مثل ما تفضل الدكتور، خلينا نفترض رحته وحق وزارة المالية، وزارة المالية رفضت المشروع. بالنهاية كل التعب اللي بذلوه الإخوان والتخطيط والتنفيذ والتشغيل والتطوير والاجتماعات كلها راحت هباء منثورا. ليش هاي المتعب الناس يا أبو يوسف؟ أخليهم قاعدين ببيوتهم، الريال دكتور بالجامعة عنده طلبته مسكين تعبان، هاد طلبته وتعب وقاعد يجتمع يخلص من الجامعة يروح يجتمع بالهيئة، وبعيس وبدعي أيضا تحملني أبو يوسف ما عليه، وخل توصل حق سمو رئيس مجلس الوزراء. إذا ما في باب يسمح لأن تتطور الرياضة تمنح ميزانية يا أخي، ما نقول مفتوحة نفس قطر، لكن على الأقل تفتح ميزانية يبقى خلاص هذا العربي والقادسية والملاء المنشآت لها ميزانية مفتوحة لإعادة ترميمه. أما إذا كذي أبو يوسف أكون صريح وياك، تعب الإخوان راح يروح بوش، أكون صريح وياك. آخر شيء بيون لجنة استشارية ثانية وبيتي هيئة ثانية وبيقعدون الناس ويلا مشروع جديد النادي العربي ونادي القادسية، وين اللي سووه الإخوان؟ ما ندري وين راح. فأنا هذه وجهة نظري، أتمنى توصل لك وتتقبلها مني. الآن شفنا مدينة جابر الإخوان مسوين شيء مهول، شيء خيالي صراحة، يشكرون عليه، ينطرون التأمينات الاجتماعية. بالله ما وافق التأمينات أروح أدور مؤسسة التقدم العلمي اللي قال عنها أبغى، ما وافق التقدم العلمي أروح حق مؤسسة ثانية. لما ما لقينا أحد نام المشروع مثل ما قال بودعي. العربي نفس الشيء، ننطر المالية، الوزير ما أدري عرباوي ما أدري غدساوي، يمكن مو عرباوي، تضامن بيخلي الموضوع تضامن بيخلي الموضوع، الوزير عرباوي بيمشي نرجع حق الغاز. عزيز ترى عموما ترى كله يعني مثل مدينة جابر والنادي العربي هذا ترى ممكن إنه حتى الشركات يعني تبنيها يعني تستثمرها يعني مثل الفندق جيب لك يا أخي من هالفنادق سلسلة الفنادق يا أبو حسن، إحنا بالكويت يا لا أنا أقول لك يعني قطر يا سووا كذي قطر، يعني لما قالوا مدينة لوسيل ولا استاد لوسيل قالوا يجيب شركة عالمية والله خلت تتبنى الموضوع. ما في وكيل يا أبو سعيد، ما له شغل، لا هو اللي هو اللي عافس البلد كلها الوكيل، ما يقدر يسوي، ما تقدر تبني منشأة إلا عن طريق وكيل، والوكيل حدث ولا حرج. طيب خل نروح حق القادسية. أنا بس أبو سعود عشان أوضح لك الأمر بالطريقة الصحيحة، يمكن الاجتماع اللي انعقد من معالي الوزير مع فقط الطاقم الفني الهندسي قبل كم اسبوعين؟ اسبوعين تقريبا. وجه اي مشروع متواجد عندكم يعرض بصفه عاجله. اليوم الرياضه والمرافق الرياضيه لابد تاخذ كامل اهتمامها من حيث تطوير، تاهيل، تنفيذ، ترميم وتنفيذ جميع المشاريع. عرض لي اياها وكان يقول لهم لا تروح لمدير مكتبي او اي شخص استشاري، نعم. دايركت تعال تواصل وياي. جزاه الله خير. والامر كان فقط مع طاقم المهندسين. شنو المشكله اللي تكون عندك؟ تبي تكون فرق؟ نكون لكم فرق. تبون استشاريين في اي تخصص يكون موجود عندكم. كانت توجيهاته يا جماعه اي عثره انا اجيب لكم فيها. اي امر في الامور هذه لابد تكون بالطريقه الصحيحه. إذا إحنا نبي تطور في المرافق الرياضية هذا الأساس الصحيح. يمكن وكان بدعي تطرق حتى لبعض المشاكل. إحنا اليوم ما كان اجتماع لهيئة الرياضة، اجتماع للذراع الهندسي لهيئة الرياضة اللي يمثل 80%. اليوم ترى أنت عندك إنسان رياضي صحي ويجيك مع الوزير يقول لك أي مرفق عندك تبي تطوره تعال طوره، عندك عندك مشكلة تعال توجه لي دايركت. الله يجزاك ونحلها بالطريقة الصحيحة. لأن اليوم الجهاز الاستشاري هذا هي شيء خلينا نقول جديد بالنسبة لنا، أنك تنفذه بالطريقة الآلية الصحيحة وبالتعاون مع الهيئة للتسريع في المشاريع. اليوم موضوع التأمينات أخوي كابتن مؤيد يوم نذكره هذا ما كان مطروح للأمر هذا، يا مع الوزير قال أنا أجيب لكم مقابلة مع التأمينات، عرض المشروع ونفذه بأسرع وقت ممكن.
المشروع كان موجود فترة سنة تقريبا أو سنتين سنة شوية أو سنة ونص تقريبا. تعالي التأمينات باجتماع سريع عرض عليهم البرزنتيشن خلال ثلاث ساعات من التناقش تعجب الفكرة يلا تعال خلنا نبدي ننفذ. اليوم التأمينات الاجتماعية لازم تعظم الاستفادة من خلال منح الجهاز الإداري أو الأبنية الإدارية المرافق الإدارية من خلال هذا الأمر. طيب. اليوم هذا إنجاز أنا أعتبره. طيب. إذا أنت التعاون بين حكومة وحكومة وتستثمر أو إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الدولة. طيب نبي شيء مهم دكتور الله يرحم والديك بما أنك أنت يعني متواصل مع معالي الوزير أكو شيء أهم من المنشأة نبي يكون تطوير العقلية الإدارية. انت قاعد تسوي منشأة تحتاج الى عقلية ادارية تدير هذه المنشأة بشكل صحيح علشان تنميها فهذا جانب مهم جدا. يعني ترى مشكلتنا بالرياضة بالكويت الاساسية الادارة. صح. الادارة عندنا خلل كبير اذا ما كانت عندك ادارة تخطط وتنفذ صحيح وتعرف تختار الرجل المناسب في المكان المناسب حسب تخصصه ما راح ننجح. طيب هذا جانب مهم. بدعي خل نروح حق القادسية. القادسية وين اخترتوا لهم ملعب؟ في صباح الاحمد. اكتشفتوا ان القدساوية وايد هناك ولا شنو؟ لا والله يعني يكون انت عندك ارض هناك وقاعدين بدام انت اليوم بعيد وايد في توجهات تطبيق ست سادات حسب الاستراتيجية فلقينا ان نادي القادسية الموقع اللي يناسبهم في مدينة الصباح الاحمد. القادسية موافقين؟ ما تم التنسيق معه بس المهم بعد قالوا انه يبون برا برا الاستاد. طيب وهذه الأراضي الحين نملكها غير كذي ما نقدر. يعني هذه من ضمن الملاعب اللي طرحت هذه المدن اللي احنا نملكها غير كذي ما نقدر للأمانة. لا لا انه طرح مشروع او ان ذكر مشروع انه ست ملاعب في ست محافظات. احنا عندنا طبعا استاد نادي الفحيري قاعد يشتغل مع السلبيخات وعندنا بالطريق ان شاء الله الكويت وكاظمه راح ندش التصميم والتنفيذ على يكون قاسيه والعربي شغالين وان شاء الله الخطوه اللي وراها الكويت وكاظمه على ما يعني هذيل السته اللي إيه تكلموا عنهم من المحافظه ان شاء الله. طيب نتكلم عن مشروع القادسيه دكتور. إيه انا ودي اعطيك تواريخ وحقائق للتنفيذ وهذا تعطيك انطباع شنو الاليه اللي قاعد تصير خصوصا هذا القادسيه. خليني اقول لك القادسيه وكذلك حتى العربي ايش رايك؟ يعني مثلا احنا نبي التاريخ انت قلت يعني على كلامك انت قلت ناطرين وزاره الماليه صح؟ يعني مثلا احنا نقول لك سليبخات قبل القادسيه. لا مو عشان انا عندي فيديو اذا بتكلم عن سليبخات خلينا نقول احنا خلينا القادسيه اذا مشينا بالاليه الصحيحه اليوم خلصت التصميم في سنه 2000 وتقريبا 20 حلو. تصميم منه ولا ما عندك تصميم؟ تصميم منه اخص تصميم نادي القادسيه منو مصمم؟ اعتقد بدعي عارف استشار الخليج القادسيه مكتب مستشار الخليج مكتب مستشار الخليج يعني كونسلتنت شركه كويتيه يعني جولف كونسلتنت مشروع المطار كذلك وبالتعاون مع شركه اجنبيه كذلك. اليوم نادي القادسيه ترى رايح مدى ابعد من العربي. شلون؟ راح مرحله تاهيل الشركات. طرح تاهيل الشركات بتاريخ اعتقد في 2021 وتم تأهيل الشركات ومن ضمنها شركات عالمية شركات عالمية حلو. شركات عالمية تم تأهيلها. اليوم أنت عندك لستة من الشركات المؤهلة واللي طلعت على التصميم ومستعدة في طواقمها الفنية والهندسية لتنفيذ المشروع خلال 24 شهر بما معنى سنتين. إذا تم الارتباط المالي للسنة المالية القادمة أنت اليوم تقدر تستلم بعد 24 شهر مشروع استاد نادي القادسية. فنادي القادسية سابق نادي العربي في مرحلة تأهيل الشركات. نعم. هذه مرحلة قبل التنفيذ أو قبل طرح التنفيذ. نعم. تي وتأهل الشركات واللي متقدم فيها شركات محلية شركات إقليمية شركات عالمية. طيب كم تكلفة القادسية؟ القادسية 59 مليون. والعربي؟ العربي أقل شوية. أقل. العربي منو مصمم الملعب؟ العربي المكتب العربي بيس مسوي يعني مختارين لا والله هذه لا عن طريق عن طريق البيوت الشعرية من أفضل قبل تنحل الشعرية اسم العربي المكتب العربي بيس اسم المكتب العربي أنا عارف أصلا هذا التصميم ها نعم التصميم اللي هو معتمد يمكن مدعية على الأرش بس على الفيديو أنا شفت الفيديو التصميم بالفيديو إنه بحولي الفيديو التصميم بس هو يعني نفس التصميم راح ينقل الى 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 حول هو طبعا الامان المشروع مصمم اساسي كاين نادي القادسية بس ترى المشروع مو نفسه راح يلف
إيه ليش نحن عقب ما بنينا الصالة الجديدة لأن المشروع يأخذ شوية كان المشروع القديم يأخذ حوالي 28 ألف متر مربع هذا وصل لحوالي 38 ألف يعني مساحته أكبر يعني فراح يلف المشروع طيب والله شكله حلو إن شاء الله نشوفه عن قريب إن شاء الله وهذا كابتن أبو سعود يعني نادي القادسية اليوم انت تقول بالفيديو مثلا انه كان مصمم لنادي او منطقه حولي اليوم يوم جت الاستراتيجيه ترجمتها من خلال بناء استاد في المناطق الخارجيه نعم. وهذا الافضل بالنسبه لك في خصوصا صحيح. الملاعب التخصصيه الرياضيه از ستاديوم فاليوم ترجمه للاستراتيجيه انك يقول لك تعال انا هذا اول ثالث ملعب من ضمن الاستراتيجيه رابع ملعب يكون ملعب نادي العربي للتنفيذ وأنا أرد أكرر لك إياه التصميم التأهيل ومن ثم التنفيذ والتنفيذ على أسس التصميم اللي مقترحة فيها فهي فترات زمنية متقاربة والملعب الخامس والسادس نفس ما ذكر بدعي اللي هو كاظم والكويت بدعي أنا سمعت إن برقان يبون صباح الأحمد يبون ملعب في صباح الأحمد برقان إحنا حاليا قاعدين في نادي الشباب القديم لا أدري إيه؟ هم طالبين أو النية موجودة إن في صباح الأحمد. والله الأمان إن اللي عارف إن صباح الأحمد راح يطلع صباح الأحمد الجنوبية وكذا. راح يطلع ممكن أكثر يعني. ممكن إن شاء الله في المدن الجديدة. بس أنتوا ما حددتوا لبرقان أو. ما أعتقد في أحد في حاليا أخذ هالقرار هذا. الأمانة يعني أنت اليوم بتعرف الهيئة يعني مقبلة على تغييرات كثيرة. صحيح صحيح. ومن ضمنها التشكيل مجلس إدارة للأمانة نعم. عشان أصرح وياك. هذه الأراضي اللي خذيناها من رعاية سكنية أراضي كبيرة نعم. فيعني إن شاء الله راح نتواصل مع مجلس إدارة الهيئة على أساس نحط استراتيجية نعم. الأراضي هذه نعم. يعني مساحات كبيرة صحيح. يعني تبيها نادي تبيها ساحة رياضية تبي مشروع رياضي تبي نعم. مجمع رياضي مستشفى رياضي نعم. خاصة يعني المطلع راح يصير فيها تركيبة مدينة كبيرة يعني تحتاج تركيبة سكانية كبيرة لازم يكون فيها نادي يعني لازم يتم إشهار نادي لأن عندك نعم. راح يصير تركيبة سكانية كبيرة من الشباب الصغار هناك لا في شيء صباح الأحمد نعم. راح يصير فيها صباح الأحمد الجنوبية وكذا فلازم هم بعد راح يكون عندك نادي هناك نعم. راح يشهر نادي نعم. صباح الأحمد أو نادي أي كان خيران ترى في لا إذا صار عندك نادي صباح الأحمد يعني أنت موضوع الخيران محتاجين هالمنشآت الرياضية أستاذ عيسى لأن خصوصا إحنا نمر في مرحلة صعبة والكل يعرف أن الكويت مستهدفة آفة المخدرات اللي تلفتها الشباب نعم. فلما بوجود المنشآت الرياضية صالحة راح تحفظ الشباب نعم. دكتور خلينا نروح حق الصابخات صابخات أيضا متعرفوا شيء على أو بد أي مشروع نعم. منو مصمم المشروع اللي يصمم المشروع لا يكون مكتب الصابخات لا دار دبوس لا دار دبوس يصمم المشروع الصابخات وتكلفته كم تكلفته حوالي 13 مليون يعني أقل يعني إلى أقل لأن استاد الصابخات بس استاد الفحيل استاد وصالة وما خيارات فمن كذي تكلفته فوق الحوالي دكتور الصابخات وين واصل يعني أنا يمكن مجهز لك كم شغلة أبو سعود إذا تسمح لي تفضل واصل تقريبا مرحلة 54% وفق الجدول المعدلة ما في أي تأخير يوم واحد حلو فهذا أمر إيجابي و 54% أنا أتكلم 1/11 فبعد أيام راح يجيلك نسبة التنفيذ الأخيرة بالنسبة له تم تسليم الموقع أو عطوا الشركة الأخوان 1/2/21 زين تم تمديد لهم بثلاث شهور لنا مشاكل بعض التراخيص بالبلدية والأمور هذه مفترض ينتهي ملعب صليبخات مع توفير الاعتمادات المالية والأمور التفصيلية الخاصة فيهم 27/4/2023 جانبنا احنا كجهاز استشاري متابعة يعني حثيثة لكل المواصفات الفنية اليوم انت ترى مو الهدف انك تبني منشأة الهدف انك تبني منشأة وتقول بعد المنشأة شنو خطة الصيانة وخطة التشغيل اليوم نفس ما ذكرنا استاذ جابر اليوم استاذ جابر في تشغيل وتنفيذ اليوم ملعب صليبخات 2023 شهر 4 يعني نتكلم بعد 4 شهور من الآن مفترض يرى النور ويدخل بالخدمة للموسم الرياضي الجديد اللي هو شهر 9 نعم. فأنت تتكلم منشأة كاملة تخلص ويدخل الخدمة للموسم الرياضي سبتمبر شفته بدون مضمار صح؟ لا بغير مضمار زين بس يعني ممكن نعرج بس شوي على الموضوع الحين هل شركة الصيانة للملاعب خلنا نتكلم نقول ملعب كرة القدم هل هي شركة واحدة؟ لا
زين، هل الشركة هذه تحاسب في التقصير؟ لأن إحنا سنوات من عرفنا من يوم كنا لاعبين إلى اليوم هي نفس المشاكل، أرضية ملاعب. أبو حسن كلامك عما تم أبو دعي يمكن أخبر منه. لا لا، أنا قريت أن استبعد مع الوزير 5 شركات، ما أدري إذا لا لا يعني مو استبعد 5 شركات. شنو؟ إحنا في عندنا 5 أندية رأسي عليها شركة، زين، فتعلمت مع الوزير استبعاد عدم توقيع العقود مع الشركات هذه اللي كانت ماسكة بالسابق. المسألة هي نادي خيطان، نادي الجهرة، ونادي التضامن، ونادي برقان، ونادي صبيخات. وحاليا احنا نمتيح دلالة على ان الوزير يعني هذا شيء طيب، عنده حرص واهتمام كبير في موضوع المنشآت والمرافق. ايش رايك هذا موضوع الزراعة؟ يعني الصيانة الأمانة، يعني كل نادي له شركة. يعني يمكن انا اقول لك يا صراحه، يعني يمكن شويه كانت المتابعه من قبل يمكن الصيانه شويه كانت ما كانت بالجوده المطلوبه، لان الشركه اذا ما يعني تابعت معاها وحاسبتها وغرمتها ما راح تشتغل، تحس انك انت مو قاعد تتابع الامانه. يعني اطلع شر جزائي انا متوقع وياك. لا اكيد، لان كل عقد فيه شروط جزائيه، اذا انت ما تستغل هالشروط الجزائيه عشان تعطيك الشركة الانتاجية صحيحة ماكو فايدة. احنا اليوم عندنا توجه جديد ان نجيب مكتب شاري يحط لنا 4 مهندسين زين عشان يتابعون معانا. حلو. لان طبعا انت مثل ما تكلم ساعة موضوع الاحلال قريب، واحنا ما عندنا مهندسين كويتيين زراعة للامانة. فيمكن هذا راح يساعدنا الحين بالبداية على ما ان شاء الله مستقبلا يكون عندنا مهندسين بالكفاءة. زين، ليش ما ترد على النظام القديم؟ يا اخي عط النادي ميزانيه، فلوس الميزانيه وحاسبه. شو تحاسبه؟ حاسبه على اللي قاعد. وين الفلوس راحت؟ يعني شوف، يعني الحين انا اعطيك يعني فلوس الصيانه وملاعبك كلها محفر. انا اقول لك على وحتى النظافه ما بديش في الجزئيه عشان لا يزعلون علي الانديه. يعني قبل كنا نعطيهم الفلوس الامانه، احنا ندري ان بس ما كانت تستغل في المكان الصحيح الامانه. تقدر تحاسب. انا ليش انا قلت لك تحاسب؟ انا ادري ان في بعض الانديه يعني يمكن يعني عفوا الكلمه ما هم قد الثقه، يعني انت الحين لما تشوف لك ملعب الحين لما تشوف لك ملعب سيء مثال مو اقولك يعني انت الحين من تحاسب الهيئه ولا النادي؟ الحين تحاسب الهيئه. اي لا يعني لو انا اعطيتها الفلوس اكيد احاسب النادي. النادي يقول لك والله امكانيات وزراعه وكذا راح يدفعك موال ثاني. صح، النادي مضطر انه يسوي الارضيه يدفع عليها. هو شوف الارضيه مبلغ يصرفها بشيء ثاني. عارف مو قانوني. يصرفها مثلا على والله يقول لك والله احتجت انه مثلا المنشاه الثانيه صار فيها شيء اهم من العزيز. لا مو على كيف انا عندي، انت ما تصرفها في جهه الا لما انا اكون صيانه. حتى لو صيانه لا، انت شلون عند الصاله طاح السقف تقسمها طاح السقف، شلون تقول له قسم ابو حسن؟ هي السقف طاح تقول له والله خل حق الارضيه وحق السقف. من ساعة قلت احنا ما عندنا مهندسين زراعه كويتيين، انا عندي واحد مهندس مبدع اشتغل بقطر وماسك نادي الشباب، مهندس احمد الصراف القطرينه شاطر فيه. عندنا بالهيئه كامل ادري، بس احنا مستبعدينه لانه حر. مستبعدينه هو شغلته التخصص. نعم. ملاعب عقليه مو طبيعيه. لو انتم تسوون اعلان صدقني ادري، بس هم مستبعدينه عندكم. نعم. ما قاعد تستغلونه. لا استبعاد ما تجي بالطريقه هذه. استبعاد يعني معقوله هذا المهندس معطينا ملعب واحد بس؟ خليني اقول لك، معطينا ملعب الشباب. نعم. لدرجه انه يمكن يودوه القادسيه والعرب يلعبون ملعب شباب، من اروع ما يمكن. رجل تخصصه بس انا اقول لك ماسك ملعب واحد. ميخال انت اليوم هذه مناقصه تطرحها يطرحها النادي طبعا، مو الهيئه اللي تطرح، طرح على النادي. تجي شركه تقدم اسعارها، اذا هو سعره مو مثل السعر اللي يعني تعرف اقل اسعار ترس عليه، اذا هو طلع ثاني ثالث شلون يرسوا عليه؟ مو هو عنده اقل اسعار وقاعد يسوي احسن ملاعب، مشكله معطينا ملعب واحد شوف، وشركه معطينها 14 ملعب والملاعب كلها سيئه، وهو ملعبه اللي بالشباب ملعبه ممتاز. هم يروحون هناك الاتحاد ياخذ ملعب شباب يلعب. على كل حال احنا ان شاء الله نسوي اعلان. صدقني شوف، اذا مو تجيب مهندسين كويتيين لان اقلبهم على هالبلد. نعم نعم. ما راح يصير عندك التطور والله العظيم. سوي اعلان وشوف الكويتيين شلون يجونك مهندسين مبدعين. طيب ان شاء الله هذه خطه. اروح حق التذكره الالكترونيه ممكن بس ارد على الجزئيه هذه او يمكن اكثر من جزئيه. تفضل. لان انا ترى قربت للنهايه. اول شيء موضوع المكتب الاستشاري، احنا ما نبي نرجع له ورا. تقول لي خلينا نرجع له ورا ونعطي النادي اليوم نظافه الانديه بالمستوى المأمول؟ لا لا، يعني
نفس الطريقه، انت قاعد تعطي النادي فلوس. اليوم عقد الصيانه تدري بين منو منو لارضيه الملعب؟ بين الهيئه وبين الشركه. لا، بين النادي وبين النادي الشركه. النادي بين النادي الشركه، الهيئه ما لها علاقه. ليش النادي يدز كتاب حق الهيئه؟ الحين عرفنا الحين خليني اوضح لك. اول شيء من يرسي على الشركات هو الانديه. من يطرح الارضيات او المواصفات الخاصه، انا اعطيه المواصفات، هي تعطي المواصفات، اعطيه المواصفات واقول له هذه المواصفات المعتمده. مع ان ارد اكرر لك اياها، لازم نكون قلت لك صادقين في الامور هذه. المواصفات ما هي بالمستوى المأمول، فلهذا راح تشوف المواصفات من 92 ل 2022 شلون تغيرت المواصفات. طيب الآلية خطأ على الجزئية هذه. طيب نادي خيطان لما صارت عنده المشكلة باتصاله والملعب، ليش قاعد يخاطب الهيئة؟ كان خاطب الشركة مات الصيانة وقالها تعالي، قاعد يخاطب الهيئة بكتب رسمية، يتكلم عن الأرضيات. هذه منها الأرضيات بعد، خاطب الهيئة. تقول عن الصالة يا أبو خالد، أنا قاعد أقول له ليش يخاطب الصالة والأرضيات. هو قاعد يقول لك أرضيات. أدري أدري، أنا أتكلم عن الشركة. يقول لك العقد بين النادي وبين الشركة اللي ماخذ الصيانة، صح؟ شنو صيانة؟ شنو صيانة؟ النادي كله. لا لا لا، هو قاعد يقول لك أرضيات يا أبو خالد. أوكي، أرضيات أرضيات. شان أنا شان يعني خليني اوضح تفضل تفضل. انا اوضح لك شنو دور الهيئه. اليوم انت تبي العنب ولا الناطور؟ تبي الانجاز، صح؟ الانجاز بالنسبه له انك تقوم بواجبك بالطريقه الصحيحه. اليوم هيئه الرياضه عندها عده عقود، عقد الصيانه الشامله للاعمال المدنيه، هذا يوقعها الهيئه مع الشركه، صحيح؟ الكهربائيه، المصاعد، التكييف، الامور هذه بين الهيئه مع الشركه. اليوم عندك امرين، النادي وقعهم دايركت النادي. يعني اليوم تشوف ارضيه متهالكه، ارضيه متهالكه، اذا انت شفت ارضيتك متهالكه وانت موقع العقد، ومفروض تكتب كتاب يا هيئه ترى انت ما قاعد تقوم في واجبك الاشراف على هذه الشركه. هذا الامر الاول، اذا لابد نوضح هذا الامر. اليوم النادي قاعد يوقع عقد مع الشركه، الشيء اللي دور الهيئه، لان النادي ما عنده الجهاز الفني اللي يشرف على هذه الشركات، فالهيئة تقوم في هذا الواجب. هل قائمين في الواجب المناط فيه؟ لا. فلهذا اليوم وأقول لك إياها، خلال أقل من أسبوع يطرح مكتب استشاري متخصص في الزراعة. شنو وظيفة المكتب الاستشاري؟ هو يقوم في أعمال جدول الصيانة، مراقبة شركات الصيانة، يرفع تقاريره بشكل أسبوعي. الشركة هذه ما تقوم في واجبها، الشركة هذه ما قاعد تلتزم في الجدول الموعد مسبقاً. ما يصير بداية الموسم أنت عارف متى جدول الأعمال الخاصة فيه. اليوم أنت تبي تحل المشكلة، هذه حل المشكلة. طيب وينهم الإخوان من قبل عن المكتب الاستشاري؟ صراحة يعني أنا والله أنا وجهة نظري بس كابتن ولا تود عي عارف الأمر. هذا الحين اقتراح، اقتراحك أنت. بالعكس هذا شيء جيد، لأن في السابق إحنا كنا نشوف أن الهيئة حاسبة الشركة، مثل أرضية ملعب، صالة، مطر خرت، يعني لازم تحاسبه. اذا الشركه هذه ما قاعد تشتغل بضمير، فانت تحط له شرط جزائي في البدايه. من يقيم فهذا الشركة؟ من يقيم الشركه؟ اي شركه صيانه. شركه الصيانه الحين لما انا أي النادي اتفق مع مؤيد صاحب الشركه، انا ما افهم شنو قاعد يسوي هو. انا ما ادري شنو اصلا الارضيه ليش. فانا صراحه انا استغرب من الاليه. الحين الفلوس عند الهيئه، ويصير الاتفاق ما بين الشركه وما بين الصيانه، وانا بعد اذا بعد ذمه وسيعه تعالي بكم اعطيك الصيانه الهيئه؟ 50,000، اعطني ب 20,000 وسوي اللي تبي تسوي. الامر عادي يعني. شلون تصير بهالطريقه يعني؟ اليوم ابو حسن كونت ثلاثه اضلاع اساسيه، مكتب استشاري يشرف على الارضيات ويرفع الجوده، انت تبي ملعب صالح للاعب الكويتي في الملاعب الرياضية، المكتب الاستشاري يقول لك التوصيات، يقول لك اليوم كم ساعة تدرب على الملعب، يقول لك إذا أخطأت أو شركة الصيانة أخطأت يرفع تقريرها للهيئة العامة للرياضة، وتروح تحاسب شركة الصيانة. إذا أنت اليوم الحل المناسب ما هو حل بعد سنة، أنا أتكلم خلال فترة قصيرة تشوف المكتب الاستشاري من خلال فريق هندسي، اقل شيء يكون عندك 4 مهندسين متخصصين في الهندسه الزراعيه. هذا من صلب تخصص المكتب الاستشاري. طيب انا قررت بالنهايه، فابي يعني اجوبه بشكل سريع.
المطر واللي صار في الأرضيات ملعب السالمية ملعب العربي هل تحركتوا لعمل شيء عاجل بشكل سريع؟ طبعا في أندية مثل يعني اللي تجمع فيها المطر هذه أندية يعني عندها مشكلة بالصرف لأن أندية يعني ما صار لها يعني صار لها مدة كثيرة طويلة وما انشالت الطبقة إلى 70 سنتي عشان تحط الصرف صلبوخ تراب زراعي وتراب مغسول وكذا فلازم نحن قاعد نسوي خطة إعادة هالأندية إلى الوضع الطبيعي إنه راح نسوي لها صيانة شاملة إن شاء الله في زراعية ومع يعني بالعقد الجديد إن شاء الله راح نسوي موضوع الصرف حق هالأندية عشان نفتك من سالفة تكدس الماء لأن الأرض قديمة وصلبة ويابسة فما يوصل الماء إلى الصرف فمضطر إنه يتجمع طيب. المصارف نبات سالمية شيء شركة الشركة 10,000 مباراة فيها على ملعب أستاذ جابر شنو وضعها أنهيت عقدها لا ما زال للحين موجود أي فريق يلعب أي مباراة تقام على ملعب أستاذ جابر نسبة. تأخذ 10,000 دينار ما أدري 20,000 لا شغل ريال هندسي مو لا كلام بسعود ريال هندسي مو لا لا هو يتكلم عن أستاذ جابر هو أستاذ جابر هو في لائحة استثمار داخلية إن أي واحد يستغل الأستاذ طبعاً ما كل مكان يوم كذا عن فترة طويلة اللائحة تقولنا عليه مبلغ كذا بس إحنا كنا نتكلمنا وناقشنا الموضوع مع الإخوان إنه يعني حرام يعني الإخوان إذا كان عندك نادي وكذا بيستغله من بيدفع 10,000 من الأندية بروح يوم في اجتماعنا الأخير اللي صار مع الإخوان في الأداء الحكومي ومع وزارة المالية كذا أصروا إن الهيئة لازم تحصل المبالغ أنا أستغرب والله أصلا من اللي يبي يستثمر لا مو استثمار يعني اتحاد كرة قدم يبي يروح مباراة هذا أعطيك مثال مباراة العربي والغاتسية اللي صارت في نادي العربي العربي رفض أن تقام مباراة في أستاذ جابر يقول أنا أدفع 10,000 ليش صحيح فهذه لازم نشوف لها آلية هذا عند الدكتور كابتن اللجنة الاستشارية لازم تنظر في هذا الموضوع أول قرار طلع يمكن قبل فترة بسيطة يمكن بتوجيهات من معالي وزير شؤون الشباب ومن خلال المدير العام بالتكليف محمود أبل منح المنتخبات الوطنية لأنهم هم نواة هذا المنشأة كلها هذا السجاب هذا منتخب الأزرق صح ترى هي المنشأة الوحيدة التابعة لهيئة الرياضة سجابر سعد العبدالله طبعا اليوم منح ملاعب التدريب للمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى نادي الفحيحيل لأن نادي الفحيحيل اليوم ما عنده مكان يتدرب فيه قاعد يتدرب في استاد جابر وشفتوا يمكن حتى بلاش هذا المنتخبات الوطنية المنتخبات الوطنية في البداية ما كانوا موافقين المنتخبات الوطنية وأنا يمكن أنا تواصلت حتى مع الأخوان في نادي الفرعيل قلت له بالعكس وكانوا جدا سعيدين في التدريب في أرضيات الملاعب الفرعية لأستاذ جابر خلني أعطيك بس في البداية ما كانوا موافقين بس ما أدري الحين وافقوا وما وافقوا ما أدري بدأوا التدريب أي بس وكذلك أخوي مؤيد يوم ذكرت الاهتمام في المنشأة والتشغيل والعمليات التشغيلية والتنفيذ وكذلك توجهت كذلك معالي الوزير أول قرار يمكن اجتمعنا وياه كان يقول التمكين الكوادر الوطنية اليوم راح تشوف مشق المرفق اليوم في كل الأندية لابد يكون مشق المرفق شخص فني هندسي يعرف شلون آلية تشغيل المرفق يكون هي نقطة الارتباط ما بين هيئة الرياضة والأندية الرياضية يفرض على النادي تعال حط لي مشق المرفق ذات مواصفات هندسية لازم يعرف طريقة استخدام الاستاديوم الملاعب الفرعية المباني الملحقة اليوم لابد التحول الرقمي اليوم الدولة تقول لك تحول رقميا من خلال الويب سايت تذاكر الإلكترونية كل التفاصيل هذه كلها طلعت من الجهاز الاستشاري اللي ذكرنا مساء نادي الشباب الجهاز الاستشاري اطلع على مباراة القادسية والعربي على أساس أنها تقام على نادي الكويت ويذكر بودعي كان قبل يومين من المباراة الاتحاد حط المباراة في نادي الكويت بعد الاطلاع على المواصفات الفنية من ضمن فريق تخصصي صار في خللين شفنا الملعب لا يصلح أنها تقام الديربي على هذا المباراة فتم نقله إلى ملعب نادي الفحيحيل ورفع الجودة الشباب ورفع الجودة في الملعب بسرعة قياسية بالمقابل أنها تقام الديربي في ظروف جدا مناسبة هذا مثال على هذا شيء تشكرون عليه هذا مثال جمهور ذكركم ان نقلتوها من الكويت
يوم مساكين يدابشون بالنادي. هذا مثال على خطوط قرار سليم. هذا مثال على خطة عاجلة وليس خطة صيانة. ترى هذا ما هي خطة صيانة، خطة عاجلة. ليش النقطة اللي أنت عقبت على الكلام اللي قلته أبو عيسى من المحاربين القدامى؟ ليش أقول لك الوطني أركز على الوطني؟ أيامنا كنا نلعب كل اللي ماسكين المنشآت والملاعب كويتيين، طالع أرضية ملعب منهم المرحوم العم عبد المحسن الفارس، منهم جاسم الحميضي في نادي الكويت المرحوم جاسم الحميضي، فهم عندهم يدري أبو عيسى معلم. ليش ركزت على ان الكويت فيها ناس؟ ومعالي الوزير شكل لجنه يمكن تذكر بسعود 2021 لجنه مدتها ثلاث شهور، اقل من ثلاث شهور، ترفع جوده ملعب الساد جابر خلال فتره قياسيه. وانت بالبرنامج هذا اشد في ارضيه صحيح الملعب شلون تم رفعه في سرعه قياسيه. صحيح. هذه واحده من الامور اللي كان مع الوزير مطلع عليه على ادق التفاصيل. كان الفريق اليوم متعاون، الجهاز الاستشاري متعاون، احنا هدفنا بالنهايه هي رفع الجوده. اليوم انت تبي بيئه مناسبه للاعب كره القدم. طيب انا بختم بس في رساله وصلت لي، مجمع الشيخ سعد العبد الله، لا منصة لكبار المسؤولين، مدرجات من الاسمنت بدون كراسي، ألمنيوم نوع رديء، حمامات مكسرة فيها السيراميك، وهذه بس كانت ملاحظة من الإخوان اللي وصلت لي. أتمنى يعني تراجعون هذه المنشأة. شكرا لك أستاذ عيسى العون، نورتنا نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف. والله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت يعني شخصيا نفتخر ونتشرف في وجودك معنا. دكتور عجر كيبي فعلا مثال مشرف للشاب الكويتي. الله يوفقك. اللي الله يعني ما شاء الله متحدث، يعني بعد دكتور بالجامعة ما نقدر ندرس طلبة ما تقال ويانا يعني. الله يعطيك العافية دكتور. الله يوفقك. وعلى فكرة الدكتور ترى من أسرة ما شاء الله يعني هندسية بحتة. فالدكتور يعني يبي عنده استشارة هندسية بالمحطات ما شاء الله، عنده أخو يبي هندسة بال شنو الثانية، عنده أخت الله يحفظها، يبي استشارة كبرى، عنده الوالد كل يوم يتمشى عند استاذ جابر. ف زين كر الله ذكر يعني لا قلنا ما شاء الله، قلنا ما شاء الله. دكتور بس الله خليك قبل ختم بسعود، اهتموا بنقطة مهمة جدا، أي بطولة إقليمية تقام لازم تروحون فريق عمل كامل، طالعون شنو سلبيات وإيجابيات. هذه معالي الوزير مهتم فيها، فأرجو نتركز على النقطة المهمة اللي أنت حضورك هناك شفت أشياء نورت فيها المشاهد، فبالتالي هذا جانب مهم جدا. بديت شنو بتساوي العرباوي؟ والله أنا ما أدري ذي. يلا فايز لا قبل كنت عرباوي صراحة. فايز بس الحين ما لي علاقة بالديال. دكتور نصراوي طبعا. الأزرق. لا دكتور آخر. احنا بالنهاية عيال كيبي شنو شي شجعون انت اخبر من فالنسيا انت بعد نفس تراني انا يعني خبري ما ريال مدريد يلا غالبين اثنين الحين بنزيما هذا اللي عرفه قد ساوي الدكتور ما يبي يقول ما يبي يقول بعدين يقول نسوي استاد حق الغادسيه ما ادري شكرا لك وايد الحداد والكابتن الراجري شكرا لضيوفنا اليوم نورونا قبل لا اختم لابد أن أبارك للزمالك ما في شك صدارة الدوري الفوز أمس على الإسماعيلي بجدارة واستحقاق أبارك مجلس إدارة نادي الزمالك جهاز فني إداري جماهير صدارة الدوري مع نهاية عام 2022 صدارة مستحقة وهذا الوضع الطبيعي يعني هذا الوضع الطبيعي إنه دائما يكون الزمالك في الصدارة والأهلي تحته إلى اللقاء